نهاركم سعيد مشاهدينا ليوم 23 حزيران 2017، وينعاد عليكم يا رب بالخير والسلام والازدهار وراحة البال، وبعيدا من عجقة السير اللي عم ننحبس فيها كل يوم لساعات. يعني امبارح شفت التعليقات، ويمكن نحن كنا كمان من بين الناس اللي علقوا بعجقة السير على طول الخط الساحلي من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. يعني كل سنة مننتظر تتوقع الواقعة والناس بيدفعوا الثمن. في ناس كتبت على السوشيال ميديا أنه 4 ساعات وخمس ساعات قعدوها بالطرقات. طب محلة تتعلم السلطة المعنية والأجهزة المعنية من التجربة وتهيئ الطرقات، أو أقله ترصد الأموال بدل ما تهدر الأموال بهيك مظاهر طنانة ورنانة ويا ريتها منيحة إنما ملوثة للبيئة. ليه أقله يعني إعادة النظر بخطة الطرقات على طول الخط الساحلي؟ على كل حال هيدا موضوع آخر، ويمكن هيدا مثل المرض المزمن يلي ما له علاج، كان لابد أنه توقف عن هيدا الموضوع، لأنه امبارح فعلا كانت التعليقات يعني بتعبر عن قهر وعذاب الناس على الطرقات. ولكن بالموازاة، هل بعد استراحة العيد ستكون الانطلاقة بوتيرة سريعة ومكثفة لتلبية المطالب المعيشية والأولويات المعيشية مثل ما أعلن بوثيقة بعبدة، أم ستبقى وثيقة بعبدة مثل غيرها حبر على ورق؟ يعني بكل صراحة قيل عند تأليف الحكومة من ضمن أولوياتها قانون الانتخاب والموازنة، أقر قانون الانتخاب، هل من الأولويات من هلأ لإجراء الانتخابات إجراء الانتخابات فقط لا غير، وتبقى الأمور الأخرى معلقة حتى إشعار آخر؟ ماذا عن الأمن؟ ماذا عن القضاء؟ عم نشوف بعد قاعدة 6 و6 مكرر تسري على القضاء، وعذرا من الجسم القضائي ومن سلطة الوصاية على القضاء، ولكن هذا اللي عم نشوفه. كيف ممكن حدا يضبط معه كمية من المخدرات بغض النظر إذا للاستعمال الشخصي أو غير الاستعمال الشخصي، وبيظهر بسند إقامة، فيما آخرين بينحبسوا. بكرة هالآخرين بيصيروا يطالبوا أنه كمان مساواتهم بالضيوف الكرام اللي عم بفوتوا وحاملين معهم ممنوعات على البلد. مواضيع أخرى رح نغوص فيها بالشأن الإقليمي، بخطاب الأمين العام لحزب الله الأخير والرد عليه اليوم والهجوم عليه. ماذا يعني هذا الرد؟ وهل الحرب على الأبواب فعلا الحرب يعني على لبنان أو على جبهة ما لبنان معني فيها؟ كل هذه التفاصيل رح نناقشها مع الزميل والصديق سالم زهران. أهلا وسهلا فيك ونهارك سعيد وينعاد عليك وعلى كل اللبنانيين. سعيد إليك وعلى كل اللبنانيين، والله يتقبل طاعات الصايمين. للأسف كل عيد بنجدد نفس اللحن هو ذاته، ونعايد اللبنانيين وسوا نكون عم نحكي عن أزمة السعر. مش هلأ لازم نفكر بأزمة السعر، تعي نحن وياك والمشاهدين نتخيل بعد 10 سنين إذا بينا هالقد عم نفوت سيارات، وإذا بينا هالقد عم نزيد عدد السكان، وإذا بقيت هاي الطرقات بعد 10 سنين كيف حالنا بده يكون؟ هذا السؤال يلي بحاجة مش نحن نجاوب عليه، بحاجة المعنيين يجاوبوا عليه. إيه مظبوط، الأزمة الاجتماعية والاقتصادية عم بتخلي الناس يمكن ما تكون أولوياتهم للسياسية، ولهيك الـ LBC باستراتيجيتها الجديدة، وأنا عم بحكي كمراقب هلا من سنة على القليلة لليوم، بنشرات الأخبار المساحة الأساسية لهموم الناس وقضايا الناس، وهذا الصح. وعندما تجد الـ LBC تتداول بقضايا فساد وقضايا يمكن أرواح عم بتروح من وراء ارتكابات، يتحرك القضاء لمنع من ذكر أسماء بعض الأشخاص يلي بدائرة الاتهام. طب لافتة يعني قصة القضاء والإعلام. الحلقة الماضية مع زميلتنا منى صليبة على MTV عملت قبل قصة أصالة والضجة، عملت هجوم أو هيك تصنف أنه هجوم شرس على القضاء، وللأسف تغري الناس بتروح على التشخيص يعني كأنه موضوع شخصي. لا، أنا الوزير سليم جريساتي على الشخصي صديق، وعلى السياسي نحن وياه بخط واحد. ومش واحد الوزير بتحمل المسؤولية، لكن نعم المسؤولية المعنوية عليه. وفهمت أنه هو اليوم رح يكون عنده برنامج تلفزيوني بالمساء بدي طل فيه وبدي جاوب على الأسئلة. ما بعرف وضعه، أنا ما بحسده عليه لأنه خلينا نفهم ليه ندى. العلاقة بين القضاء عنده 3 أنماط من العلاقات، العلاقة الأولى بين القضاء والأمن، العلاقة الثانية بين القضاء والسلطة السياسية، والعلاقة الثالثة بين القضاء والمجتمع وكل طبقات المجتمع بما فيهم المحامين ورجال الأعمال وفهمك كفاية. العلاقة بين القضاء والأمن في مطرح ما كانت سليمة، يعني مفوض الحكومة العسكرية اللي هو صقر أنا إذا شفته على الشارع ما بعرفه، وبالشخصي ما في شيء بيني وبينه.
لكن تجربتنا معه بالسنوات الأخيرة هي تجربة سيئة. كم مرة كان يتم إطلاق سراح موقوف لدى الأجهزة الأمنية وبعد شوي يروح يا يفجر حاله يا يشارك بعمليات قتال للجيش؟ طيب هالعلاقة ملتبسة. أنا مش عم دافع عن الأجهزة الأمنية. لكن بس ليش هو سيطلق موقوف يعني؟ لأنه في سلطة سياسية. ما هيدي كل حلقة. خلينا نحكي معلين نشرحها هالحلقة. هي هيك بالضبط. لأنه يا في سياسي اتصل فيه لهي القاضي ضغط عليه ليفلله وراح نسمي نموذج شادي المولوي. يا أما في رجل. صح. نتذكر. بس شادي المولوي نتذكر الاستقبال اللي نعمله بطرابلس. وين صار شادي المولوي؟ في برقبته دم عسكريين لبنانيين. ويا في رجال أعمال. يتم التعاطي مع دم العسكر هيك. للأسف بشكل مجاني من قبل السياسيين. يا في رجال أعمال وبعض المحامين النافذين يلي هن والقضاة بيعملوا شراكة مع بعض بيكونوا عم بيساعدوا في مطارح. لا بينجح العلاقة بين القضاء والأمن. يعني رح أعطيك نموذج. امبارح بخلدة بجريمة المغدورين المرحومين من آل الجوزو. طيب إجا الطبيب الشرعي قال إنه جريمة هي جريمة قتل مزدوجة. نعمل لجنة أطباء شرعيين من ثلاث أطباء شرعيين ثلاثتهم قالوا أنه لا هيدي منا جريمة وهذا لازم يتم إخلاء سبيله. محامي العام الاستئنافي بجبل لبنان مع قوى الأمن الداخلي أصروا أنه لا في جرم ومش صحيح قرار اللجنة. بالضغط بالتحقيق بالتعمي تبين واعترف هو أنه هو قتلهم. طيب هول الثلاث أطباء الشرعيين بس يمين بالقوة بده يبرر. لا هول أطباء ثلاث شرعيين مش لازم يتحاسبوا؟ سؤال مع كل النشرات الأخبار مبارح حكيت هيك عن الحادث. في طبيب شرعي بعتقد اسمه عاصم حيدر إذا أنا مش غلطان عمل تقرير صح لازم يتكافأ. وفي ثلاث أطباء ما بعرف أساميهم ولا أشكالهم ولا طوايفهم ولا مذاهبهم ويمكن يكونوا بفريقنا السياسي هون لازم يتحاسبوا. مين حاميل القاتل؟ مين اللي اتصل بالأطباء الشرعيين يعملوا هيك تقرير؟ لا في مطرح القضاء بيخضع للأسف وبيعمل علاقة سيئة وفي مطرح القضاء بيشتغل ضمير مثل حادثة خلدة وبتطلع النتيجة صح. نحن مش ضد القضاء كل القضاء ونحن مش مع القضاء كل القضاء لكن فعليا الوزير سليم جريصاتي اللي هو أخ وصديق وحبيب نحن تأملنا فيه خير. وأنا عم أقول على الهوى أنا من الناس اللي كانوا عم بيصلوا أنه يا رب ما يجي غيره. هلأ تفاجأت وهلأ إيه الأداء منه منيح. واحد تشكيلات القضائية طولت كتير وعم تجبر القضاة يزحفوا عند السياسيين لحتى يتعينوا. وراح أحكي أكتر وأكتر تحديدا فضل. عند القضاة المسيحيين معلي أنا معود الناس على الشفافية. بإدارة الدولة أنا مسلم محمدي فخور بطيفتي وبديني لكن بالكل شفافية. نحن بهذه الدولة ركزتنا الأساسية هي على الموظف المسيحي لأنه هذا الموظف من التسعينات لليوم ما كان عنده غطى داخل الإدارة إلا انضباطه كان مجبور يكون منضبط لأنه ما في غطى يغطيه. هلأ بعض الموظفين المسيحيين ومنهم بعض القضاة للأسف عم يفوتوا بسيستم الزحف مثل غيرهم مثل غيره لأنه عم بيشعر أنه لا هو في يعمل مثل غيره هو في يلجأ عند مرجعية سياسية لحتى يكسب مطرح عم ينتزعوا عم ينضربوا. طبعا في قضاة رح نرجع نعيد أحسن مني وأحسن منك وبيقربوا من مرتبة القداسة بس الجسم الأوسع وجسم للأسف غرقان بعلاقة ملتبسة مع الأمن ومع السياسيين. طب هل وزير جريصاتي مسؤول أم عمله مقوض بسبب السلطة السياسية؟ شوفي كنا عم نحكي يعني هو محامي هو لا. قاضي معليش عضو مجلس دستوري يعني قاضي من النخبة هو محامي هو عضو مجلس دستوري كمحامي مش كقاضي. المقصود دائما وزير العدل هو السد بين الطبقة السياسية وبين القضاء هو اللي بيعمل هيدا الميزان. نحن ما لنا بدولة أفلاطون. أنا بعرف ما نحن بلبنان يا أستاذ سالم مش بس بالقضاء بس إذا بنقابة إذا بهيئات طلابية الأحزاب بتتدخل زادت انحدة زادت مع أنه كان الأمال أنه تتغير زادت كتير الأمور. زادت كتير وأنا معلي بدي روح لخطاب القسم. نعم فخامة الرئيس أنت بتحبيه وأنا بحبه بس حتى اللي ما بيحبه بيعرفوا أنه هو وقت اللي بيقسم هو بيلتزم بقسمه. تعي أقرأ أنا وياكي بخطاب القسم كم مرة حكي فخامة الرئيس اللي هو كان مختصر تذكري قرر يكون كتير مختصر ومع هيك لك كم فقرة حكي رح أقولهم على السريع. أول مرة قال إن أول خطوة نحو الاستقرار المنشود باحترام الدستور والقانون. طيب هاي دي واحدة. اثنين فخامة الرئيس بخطاب القسم عم بيقول بالنص عم بقراه مثل ما هو إن بلوغ الاستقرار الأمني لا يتم إلا بتنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء. هيدا حكيناه بس هيدا التنسيق
مش تنسيق سلبي، يعني مش الأمن العام يوقف وأنت تفلت يا مفوض حكومة، مش قوى الأمن الداخلي توقف وأنت تفلت، مش مخابرات الجيش تكمش وأنت تفلت. اثنين، فالأمن والقضاء مرتبطان بمهمات متكاملة، صدق 100%. ومن واجب الحكم، يعني عم بيحكي عن نفسه فخامة الرئيس وعن حكمه، تحريرهما من التبعية السياسية. أنا بدي أسأل فخامة الرئيس، حتى فخامة الرئيس واستقبل جسم القضاء قال لهم أنا بغطيكم، بس أنا بدي خبره هذا جسم القضاء ظهر من عنده، كل واحد منهم راح على مزرعته المذهبية والطائفية. طب هون بيتحمل مسؤولية في الرئيس، لازم يحاسبهم لأنه هو قاسم يمين، هو قاسم يمين وبيقول بالقسم آخر جملة كما عليه ضبط تجاوزاتهما، يعني عن الأمن والقضاء، فيطمئن المواطن الأداء. كيف بيحاسبهم في الرئيس؟ في اثنين وهو قاسم على السهر على سالم، كيف بيحاسبهم كرئيس جمهوري؟ أول شيء في حساب المعنوي. نعم. يعني وقت الوزير العدل يطلع يقول لقاضي أو لمجلس القضاء الأعلى شرف افتحوا تحقيق وخلينا نشوف هذا القاضي مع مين عم بيتعاطى وكيف عم بيتعاطى، ونبلش من هون نعالج المسألة. بس يكون في احتفالات ومناسبات حزبية وبتشوفي قضاة عم بيرقصوا على الوحدة ونص، عم بقول على الهواء وأنا بعرفها، وبدهم سميهم، حذرنا مين؟ سمي على الوحدة ونص، سمي منخبر الوزير عنهم، وأنا محضر لهم ملف رح خبره عنهم. في قضاة عم بيرقصوا على الوحدة ونص باحتفالات حزبية وعم بيقللوا من هيبتهم ومن هيبة القضاء، هول لازم يروحوا على التفتيش. طب هن القضاة بيتحملوا مسؤولية ببلد ما بيتاخد بعين الاعتبار بالكفاءة وبالخبرة وبالجدارة وبالنزاهة، بينما السلطة السياسية هي اللي بتتقاسم حصص كل التعيينات. اسمح لي. نعم. وإذا أنا مارونية أو سنية أو شيعية أو درزية، إذا مش راضي عني حزب الله أو حركة أمل أو الحزب التقدم الاشتراكي أو المستقبل أو التيار الوطني الحر أو الولايات اللبنانية، ما إلي مطرح. لا، فينا مال. وألا بهاجر. وألا بهاجر. في فرق لأنه هيدي الكوتا المحطوطة لكل الطوائف. لا مش وأنا بتذكر بالتفرغ بالجامعة اللبنانية أمي وزير الياس أبو صعب، في من حملة الشهادات الكفؤين الدكاترة انحطوا برا. وفي ناس معه ليسانس فاتوا. صح. ومن كل الطوائف. وفي سكرتيرات فاتوا ومن كل الطوائف. نامت سكرتيرة فاتت استاذي بالجامعة اللبنانية. فإذن صح، بس في فرق بالقضاء. حقلك شو هو؟ أولا القضاء، معهد القضاء الأعلى بعتقد هيك اسمه. نعم. هو معهد نزيه، وأنا مسؤول المعهد ما بعرفه، للي بيحط الأسئلة بعرفه وللي بيصلح بعرفه، بس نحن عنا مطرحين نضاف الدولة اللبنانية. نعم. غير الجيش اللبناني، مجلس الخدمة المدنية الامتحانات وصح، وشفت نموذج أنا في خبرك على الهواء، أنا بعرف وزير صديق. نعم. قدمت بنت أخته على مجلس خدمة مدنية، وقدمت بنت ناطور البناية عنده، نجح بنت ناطور وسقط بنت أخته، وهذا شيء كتير بيفرحني لأنه بدلك أنه مجلس خدمة مدنية في كفاءة. معهد القضاء عنا في كفاءة عالية، القضاة عنا بفوتوا بمستوى عالي وبيتخرجوا بمستوى عالي. إذا نحن عنا اللبنة الأساسية لحتى نحط مدماغ قضائي صح. المسألة الثانية، لا أنا بلشت لك وقلت في قضاة مسيحيين من 90 لليوم كانوا بيعرفوا أنه اللي بيحمي رقبتهم وراسهم هو شغلة واحدة، أنه ما يغلطوا. صح ولا لا؟ نعم. هون ما كانوا يغلطوا، وفي نماذج بالعشرات لقضاة الحصانة لهم ما يغلطوا. يعني هن النموذج كانوا على القليلة أو الذي يحتذى به، مش مع بعض المسلمين أو مع عدد كبير من المسلمين. أصحك تفكري أنه حزب الله أو حركة أمل أو الرئيس أو 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 أنه إذا خيروا بين قاضي آدمي وقاضي سيء بفضل القاضي السيء؟ لا، أنا بفضل القاضي الآدمي، بس بدك تشوفي هذا القاضي الآدمي قديش عم بيراكم ممارسات. لا، في مجموعة قضاة أوادم يلي خليهم يوصلوا مطرح ما هن موجودين، هن انه ما عليهم. اليوم برايك لازم يصير في تطهير، لازم يصير في مناقلات وتشكيلات طولت كثير، ما في كثير شغور حتى، حيصير سنه. لا، ايه، وفي تكليفات كثير كمان، هالتكليفات لازم تلغى، وفي مراجعه في شؤون العالم عالقه، وفي مراجعه جديه وحقيقيه لعدد المحاكم. يعني ما بصير بجبل لبنان اللي صار فيه مليون نازح سوري غير عدد اللبنانيين نبقى بهالمحكمتين عم نشتغل. لا، بدنا نزيد عدد المحاكم، بدنا نزيد عدد المحامين الاستئنافيين بالمحافظات لحتى نفتح جسم القضائي له، بس كمان جسم القضائي عليه، يعني هذا النائب العام الاستئنافي أو المحامي الاستئنافي. نعم. اللي كان يتلقى 50 اتصال بالنهار بالمناوبة مع 3 أو 4 مليون لبناني، صار عنده 2 مليون سوري، وأهلنا وأحبائنا السوريين بس جايين معظمهم عندهم مشاكل، لأنه أنت مش جاي لعندك النوعية إلا اللي هربان من يعني نحكي عن هذا مشاكلها. الموضوع طيب بشكل مفصل. هول دوبلنا نحن عدد سكاننا. نعم. ودوبلت مشاكلنا، بيسوى بنفس العدد نبقى عم نشتغل؟ لا، لازم كمان ندوبل عدد القضاة، القضاة إلهم وعليهم، القضاة إلهم حقوق مزبوط،
وحقوق مادية ومعنوية لازم ياخدوها، بس عليهم كمان انه معترضين على تقصير العطلة القضائية يعني حق بهيدا الضغط، بس الحق الثاني انه ينزاد عدد القضاه. ما على قديش في خريجين حقوق؟ بتعرف الجامعه اللبنانيه قد ايه بتخرج بالسنه؟ اذا انا مش غلطان شي 8000 طالب حقوقي بتخرج كل سنه. طيب افتحوا فرصه لهول الناس يفوتوا على معهد القضاء، وافتحوا فرصه نكبر جسمنا القضائي بنوعيات مرتبه، وخلينا ليش لا نروح سوا نعمل ورشه حقيقيه. هيك يا استاذ سالم، انت حكيت عن الموضوع الاساسي، لانه عم شوف على السوشيال ميديا شايفني عم بتطلع العالم نعم. كثير عم تسال عن هذا الموضوع، لأنه يمكن مثل الأمن القضاء تنيناتهم بشكله عاملين للطمأنينة والاستقرار عند المواطن. أنا بدي أعطيك مثل على الهواء يمكن يكون عادي عند الناس. أنا في شاب من أهلنا من البقاع من بعلبك نعم. بأحد الأفران، ولا يمكن يكون عم يحضرنا ما بعرفه، الرب قال لي أستاذ أنا خيي موقوف بسيجارتين مدري ثلاث سيجارات حشيش، وصلنا للموضوع. ونحن ما عندنا محامي وما عندنا قدرة نحط محامي، ولا قادر لا قادر امي تروح تشوف شو صار. هذا الحكي من شهور بصراحه. انا احكي وينه موقوف؟ انا احكيت مع الاخوان بعده موقوف خيو طبعا انا احكيت مع الاخوان بحزب الله، كان جوابه انه احنا بالقضاء تحديدا بالمخدرات ما بنتدخل ده. طيب وقت اللي حزب الله بكل قوته بيعمل تعميم يمنع على اي محامي بحزب الله يترافع عن متهم بقضايا مخدرات، وتجي انت مطربة او رقاصة او مدري شو بتشتغل؟ طالما حكيت عن موضوع اصالة امبارح كمان نحن تناولنا الموضوع، انه كيف في صيف وشتاء تحت سقف واحد خاصة بلبنان، وقتها الواحد يعني توطأ قدمي الارض اللبنانية. كمان في هون ابن ست وابن جاري، كمان هون في ابن ست وابن جاري، يعني صاروا بيصيروا مثلا المواطنين اللبنانيين العاديين اولاد جارية، واللبنانيين المحسوبين وغير اللبنانيين المحسوبين ولاد ست. خلينا نشوف التقرير اللي عمل امبارح. عفوا قبل التقرير في شيء اخطر. طيب هيدا الضابط المسؤول التفتيش اللي رمضان الماضي او عيد الفطر الماضي كشف امير الكبتاجون، وهيدا الفطر كمان يقدم هديه للبنانيه وكشف هو ذاته هو ذاته بس هو ذاته اخذ تنويه السنه الماضي بس السنه قال هلا عم بينقال بقصه اصاله بده في سيحاسب. ايه هو ذاته هيدا مع انه امير الكبتاجون يلي جاي يمكن مدري كم مليون حبه بده يطلعون، وصار في تنويه كمان اتاخذت بالكباش السياسي. انا بتتذكر اشتغلنا انه بين حسابات هيدا المحور وحسابات هيدا المحور. لو ما وصلت الكاميرات منك وغيرك من الزملاء لو ما تسربت كي كمان ولا وهلا. طب وين اليوم وزاره الداخليه؟ وين الاجهزه المعنيه؟ بدها تحاسب العنصر الكفؤ ما ساعتها يعني السوس بصير ينخر بقلب المؤسسه الامنيه. ان شاء الله لا، هيدا الضابط بيستاهل من الوزير نهاد المشنوع تنويه. إذا الحكي اللي عم نسمعه بالصالونات إنه في فركة إذن أو في تفركش فركة إذن ليه؟ لأنه هو يعارض مثلا النظام ومحسوب على مدري مين؟ طب بكرة يعني إذا بيجي حدا مثلا مؤيد للنظام وممنوع يندق فيه بس قتل اللبنانيين شو بنعمل؟ نتركه كمان؟ أنت فكري بهالعسكري اللي عمل هذا الإنجاز، يمكن المرة الجاي يخاف يقول لك شو بدي بالشغل يورط حاله. بمرق ياما تمرق كثير أشياء. في عناصر أمنية من أصغر عنصر لتوصل بعتقد اسمه العائد غسان درويش إذا أنا مش غلطان. صح. هولي كلهم بيستاهلوا التنويه من فخامة رئيس الجمهورية ونزول. وأنا ما بحسد فخامة الرئيس إنه حط تويت الصبح بعد ساعات يحذر فيها من المخدرات بيوم المخدرات العالمي، بالوقت اللي الرقاصة أو عفوا المغنية أصالة كان عم يتم إخلى سبيلها. أنت ندى أندراوس عزيز هلا عضو نقابة محررين، شرفي روحي على المطار معك 5 جرامات كوكايين بكرة الصبح وخدي معك كاميرا، بتتوقفي ولا لا؟ ميرسي سيد غنى لا عم نحكي جد انه يا في معيار بعدين أكيد. شو هو هالقاضي اللي في نص الليل؟ لا بس لحظة عذرا، ان كنت انا ندى أندراوس عزيز او سالم زهران او اي مين ما كان مش في قانون في قضاء. اهلنا بالبقاع نحن دولة او مش دولة؟ اهلنا بالبقاع يلي بيكون واحد منهم طالع بالفان او بالسيارة او 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 بيوصل على دار البيضاء بينكمش معه سيجارة حشيش بتوقف وبينحبس، وإذا عطلة قضائية أو أحد أو مدري شو أو عيد بينام 4-5-6-7 أيام وبينعمل له فحص البول بطريقة مذلة. طب خلينا نكمل موضوع بس خلينا يعني نحكي بهيدا الموضوع بشكل مفصل، لأنه صار ساعتها لبنان مثل كأنه أبوابه مشرعة على كل شيء. بكرة إذا حدا مفيت مثلا لا سمح الله عنده مشروع إرهابي كمان إذا لم يعني لم ينوه بالعمل اللي قام فيه هذا العنصر أو الضابط شو بيصير؟ خلينا نحضر التقرير ومنتابع وتنختم بملف القضاء. في هذا الفيديو تتبرع بالدم المطربة السورية أصالة نصري المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد لضحايا تفجيري الكنيستين في القاهرة والإسكندرية منذ نحو 3 أشهر.
هنا ما من أحد كان يعلم ما إذا كانت أصالة تتعاطى المخدرات أم لا، إلا أن هذه الحقيقة انكشفت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أثناء مغادرتها مساء الأحد متوجهة إلى القاهرة برفقة زوجها وشقيقها. في المطار ضبط مع أصالة نحو جرامين من الكوكايين في علبة بلاستيكية صغيرة، وتم إبلاغ مدعي عام جبل لبنان كلود كرم بذلك. في البداية أنكرت أصالة أن تكون هذه المخدرات لها، متهمة مجهولين بدسها، ولكن القرار أتى بإخضاعها لفحص تعاطي المخدرات، فانتقلت مجموعة من مكتب مكافحة المخدرات من مخفر حبيش إلى المطار، وهناك أجري لها الفحص، فأتت النتيجة إيجابية، أي أنها تتعاطى المخدرات. الكل انتظر عندها الإشارة القضائية، فجاءت من قبل القاضي كرم بإخلاء سبيلها بسند إقامة، مع ضرورة أن تخضع لفحص تعاطي المخدرات عندما تعود مرة ثانية إلى لبنان. وبناء عليها أكملت أصالة رحلتها إلى القاهرة وكتبت على صورة لها نشرتها على حسابها على إنستغرام الحمد لله. الوزير السابق وئام وهاب غرد معلقا على إطلاق سراح أصالة فقال: بشرى للمعارضين السوريين في لبنان، بإمكانكم حيازة المخدرات وكلود كرم سيتكفل بإخلائكم. هناك مئات اللبنانيين المرميين في السجون لأنهم ضيفوا رفاقا لهم سيجارة حشيش، وأصالة يتم إخلاؤها في خلال ساعات وهي تحمل كمية كوكايين. وشر البلية ما يضحك. أهم من هيك هذا طارق عريان هو اسم على مسمى ولكل من اسمه نصيب. هذا امبارح عم يتهم الأجهزة الأمنية اللبنانية والأجهزة القضائية اللبنانية وحزب الله أنه لفق لهم تهمة. يشرف القضاء يلي بهدل حاله وأخلى سبيله واللي عمل له ديليفري. طيب هل قد صار حيطه واطي هالبلد؟ يشرف هيدي أخرتها. ما أنت بس توطي حيطك الناس بتنط عليك. شفتي لو احترمنا حالنا ووقفناها بطريقة قانونية، أنا ما عم بقول لا زيادة ولا ناقص، ومش لأنها معارضة أو لأنها مؤيدة، لا، لو نحن تعطينا معها بالقانون. فمن الأشياء شو في راجح بهالدولة؟ مين الدخل؟ لا لا لا، واضح القصة. واضح القصة إنه في اتصال إجا من دولة البحرين للمراجع السياسية اللبنانية، واحد. وفي شيء تاني اسمه الحصانة المخفية، يعني أنا بدي أخبر اللبنانيين شو يعني؟ إنه مش بس النواب بلبنان عندهم حصانة، ومش بس الوزراء بلبنان عندهم حصانة، كمان بدي أخبرهم إنه في فئات من المجتمع الجديدة، إذا أنت معك فوق 100 مليون دولار بلبنان أنت معك حصانة، إذا أنت حاطط عمامة أو لفة أو حاطط ما بعرف شو بيسموه عند أهلنا كمان مسيحيين، هي نوع من أنواع رجال الحصانة الدين، رجال يعني الدين. والبزنس ماني صار عنده نوع من الحصانة. طب هذا القضاء مين بده يوقف؟ سؤال عن جد، مين بده يحاسب؟ لا، اللي صار هو جريمة حقيقية، في مئات يمكن ألوف المسجونين. وأنا رح أخبرك كمان حادثة تانية بسيطة بس فيها عبرة، أحد أصدقائنا صار معه حادث سير وخبص حدا يعني وتحاكم بالقضاء وراح عمل كفارة، إنه إجا عليه نحن ضمن ديننا الإسلامي. نعم. نقال له من قبل سماحة المفتي الشيخ الدريان الله يحفظه إنه روح على السجن دفع كفالة لحدا مش قادر يدفعه ظهره. إذا بقلك شو صار ما بتصدقي، أنا عشت هالحادثة. تقدم له ورقة لأكثر من 800 موقوف، في ناس عليهم 500,000 ليرة لبنانية مش عم يقدروا يدفعوها ليفلوا من السجن. طب هاي الدولة اللبنانية بتحط سجين بياخد مساحة وأكل وشرب وبينظلم الشهور لأنه معه 500,000، خي عمال آلية عمال قانون اعفو عنهم، ما أنت عم تدفع أكتر من هيك عليهم. بعدين مين قال إنه اللي بيطلع على رومي بشم بيظهر إنه ما بشم؟ اللي بيطلع رومي بشم بيطلع بتاجر، اللي بيروح عم بيتواصل مع النصرة بيطلع انتحاري، لأنه فوق بالسجن اسم الله مفتوح اللعبة رغم كل الإجراءات. لا، وفي شيء أسوأ من هيك، ولا بكون عم بيحضرونا على التلفزيونات أوقات بيجي اتصالات من رومي تهديد. تخيلي مثلاً إنه عاملين مبنى الإسلاميين بين هلالين الإسلاميين، الإسلام منهم براء، مبنى لكذا مبنى لكذا، كمان منجمعهم مع بعض، ولا نحن لازم نفلشهم عن بعض البعض مشان ما يتعاطوا مع بعض مشان ما يكونوا خلايا إرهابية. تعي أنا وياك نسأل الأجهزة الأمنية اللبنانية وأنت على تواصل بهذا الملف، كم حادث أمني صار بلبنان كان تمت إدارته من داخل سجن رومي؟ سجن. تعي نشوف كم واحد تنسرق سيارته وبيجي التليفون من قلب سجن رومي يقول له شرف روح على مطرح الفلاني دفع هالقد وهالقد. لا، نحن بحاجة لورشة حقيقية. سليم جريساتي رح أرجع عيد وكرر، أنا من الناس اللي صلونه لا يوصل، بس التجربة لحد هلأ ناقصة، إن شاء الله بالأيام اللي جاي يعوض على اللي مرق. بعرف مش ذنبه لوحده، وبعرف إنه حجم العفن كبير، لكن أنا بوثق إنه هو قادر إذا أخذ غطاء حقيقي من رئيس الجمهورية، من رئيس الجمهورية وهو صديق وقريب من حزب الله كمان. نعم. وعنده هذا الغطاء يعني وعلاقته جيدة مع مختلف القوى، ما ناقصهم شيء إذا بدهم يشتغلوا. والقصة كتير هينة وكتير سهلة،
بعتقد رئيس هيئة التفتيش القضائي اللي معين جديد اسمه بركان سعد، هو أحد من الأسماء القضائية اللامعة ولنضيفة الكف والسمعة الحسنة. افتح له إذا باب. الوزير جرس طلع هلا بالنسبة لإلك ما بيقدر افتح له يشتغل. باب. افتح له باب. معلي. اليوم في نق عند الناس وعند الرأي العام وعند حتى السياسيين. بس المشكلة إنه في نق عند الناس والرأي العام، بس الرأي العام شو عم بيعمل تيغير؟ استخلك سؤال. يقدر يشكل كتلة ضاغطة. امبارح هلا صديقنا الأستاذ طلال الدويهي، أنا قريت امبارح شو كتب كمان على فيسبوك، 4 ساعات أخذت الطريق من الباترون تقدر يوصل لبيروت، وبالليل لساعة واحدة وتنتين بعد نص ليل العالم على الأنب العجقة، وكلنا عارفين وقت الأعياد بيصير زيت الشيء. الناس كفرت، بس شو عملت؟ لا أوقات نطرت وصلت عبيوت رجعت كملت نهارة بشكل عادي. أوقات الرأي العام بيأثر. أمير الكبتاجون لو ما وصلت الكاميرا ولو ما انعمل ضجة بالأمام. لو ما تسربت صح كان هلا موجود هنيك. أصالة لو ما تسربت كانت فاتت وظهرت وما حدا حس عليها. سؤال بس كملت طريقة على راسي. بس انت برايك اليوم هي القصة مرقت هيك عند الراي العام ولا تركت اثر؟ شو بتعمل اذا تركت اثر؟ بكره معلش خلينا نكون واعيين، نشوف اي قاضي رح يسترجع يعيد نفس الفعل. هلا يمكن في منه موقعين ما بعرف، بس ان شاء الله. برايك انه ما في طبقه ما فرقانه معه بده يصير يفرق معه؟ مين عم بحاسب؟ لا بده يصير يفرق معه. في مين شخص استدعى؟ في شخص مين استدعى القاضي او اللي اخذ القرار باخلاء السبيل لحدا بغض النظر اذا كان اصاله او غير اصاله بس معه كوكايين؟ في شيء اهم من هيك سؤال. طيب هيدي انكمشت معه 5 جرامات كوكايين بالظهره، يعني ما جابتهم معه، مين الديلر الموزع اللي اعطاها اياهم؟ هذا السؤال التلقائي. مين اللي حميه؟ مين هو؟ يعني معقول حدا بفللها بلا ما يجيبه يستجوبه؟ هي مفترض تقول فلان عطاني اياه. مين هو هالفلان؟ مين هو هالراجح؟ فينا نعرفه ولا ما فينا نعرفه؟ خلينا هالسؤال اساس. يمكن بالقانون يكون تصرفوا صح انه اخلوا سبيله بسند اقامه، مع علمي انا بعقلي البسيط انه في سند اقامه بتطير بالطياره، يعني اقامه وين فيك تجيبها من برا؟ اثنين انه اوكي انا بفهم لو بقيت ونجاب الديلر الموزع واعترف انه هو الموزع فيك تفللها يمكن بالقانون. فللها يا اخي، بس مين الموزع؟ نحن عم ندور على المتعاطي ولا عم ندور على الموزع؟ في موزع راجح اكيد. هول الخمس جرامات كوكايين هول موعوا من السماء على ما الأرض. هول التجار الكبار والموزعين محميين كمان. ايه لانه يبدو انه هول الستار في عنده الموزعين كمان ستار مثلهم. لهيك هذا الموزع الستار من قال اسمه؟ ولهيك هذا الموزع الستار لازم نعمل حملة اليوم عند القاضي، بالرغم انه هو سمعته حسنة وطيبة وغريبة هالزحطة كيف، واذا طبقة سياسية بتضغط عليه انا مطرحه بقول خلي غيري يفلله مش انا بفللها. خلينا نشوف مين الديلر مين الموزع. طيب خلينا نرجع معلي ننتقل من هيدا الموضوع، يعني حكينا عن موضوع القضاء بس كمان ذكرت حضرتك بخطاب القسم. نعم. وذكرت حضرتك أنا بكلام الرئيس بأكثر من مرة، وأول ما استدعى جسم القضائي نعم. يقولون اشتغلوا أنا بغطيكم، بس كمان بوثيقة العبدة نحكى عن القضاء ما عمره أيام صح. طيب وثيقة العبدة على أساس وثيقة جمعت كل رؤساء الأحزاب والقادة السياسيين ببعبدة اللي كانوا قبل بيوم بيومين مختلفين على قانون الانتخاب اللي كان فيه البعض عم بحط العصب الدوليب أمام انطلاقة العهد. ما هيدا البند رقم 3 المعني بالقضاء فينا نعتبره في عذرا بعد التعبير تبعولي سقط. ماذا عن البنود الأخرى؟ إن شاء الله إن شاء الله نلحق. ماذا عن البنود الأخرى؟ بقول مثل الإنجليزي إنك تجي مؤخر أفضل من إنك ما تجي. إن شاء الله نرجع نلحق. ميو فوتار كجامي. إن شاء الله نجي نلحق، نوسع، نزيد عدد المحاكم، نزيد عدد المحامين الاستئنافيين، نفوت عنصر الشباب على قلب الجسم القضائي بطريقة أعلى. عنا معهد قضائي عالي بنشاف الحال فيه. أنا بعرف وقت اللي بيكونوا القضاة اللبنانيين عم بيشاركوا بفيينا، وكنت الشهر الماضي بفيينا كتير كنت سعيد وقت سمعت عن القضاة اللبنانيين اللي بيشاركوا بالمؤتمرات قد ايه مستواهم العلمي عالي. نحن فخورين بهذا المستوى العالي، لكن نحن مش فخورين بهذا الأداء يلي عم بيختلط فيه الأمن بالسياسي. هيدا واحد. اثنين، وثيقة بعبدة معلي هيك في شيء بالشكل في شيء بالمضمون. بالشكل ويمكن الناس كلها شافت تصريحات السياسيين هني وظهرين من بعبدة وقلال اللي قريوا النص. النص ومعلي لو بدنا نكثفه هيك بسرعة على الهواء نقول العنوان كان استكمال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، يعني اتفاق الطائف. اتفاق الطائف يلي التيار الوطني الحر كان يمكن الوحيد اللي ضده، اليوم من المفارقات
عم بيجي فخامة الرئيس اليوم أو بوقت الاتفاق السياسي بين الأستاذ نادر الحريري والوزير جبران باسيل اليوم بهالوثيقة اتفق على عدم المس بالطائف. بالعكس بهالوثيقة أنا عمل شيء أهم. شو؟ وأنا معه استكمال تطبيق اتفاق الطائف. يعني فيه أمور جيدة جدا صح لم تطبق. صح، لأنه اتفاق الطائف يمكن اللبنانيين ما بيعرفوا، جزء منه نص وجزء منه روح النص، جزء منه هوامش منا موجودة كبنود كنقاط، لكن إذا بدك موجودة بفلسفة اتفاق الطائف. الاتفاق كان 7 نقط على السريع، معلي منقوله منفوت عليه موحدة إذا بدك. النقطة الأولى تثبيت اللبنانيين في أرضهم، وأنا بدي أسأل ما بدي سخف الوثيقة. ايه قدام حادثة مثل هالنوع مبارح يعني كتير تثبتوا اللبنانيين. لا في شيء أهم من هيك. بمزح. دويلي اسمها قطر هالقد. نعم. وقت اللي قالت شرفوا طاعوا فيزا لبنانية ما بدكم فيزا سياحية، قديش في لبنانية عشوائي رح بلش يضب أغراضهم. طب إذا إشت كندا إذا إشت كندا هلأ أو أمريكا برأيك قالت شرفة لبنانية بلا فيزا أكيد بيضل. ومن دون استثناء كل الطوائف ومن كل المباني ومن كل المستويات أمن وفرص عمل أنا معك. استقرار إذا هيدا البند الأول هو بند بحاجة لشغل كتير. كيف بدكم تثبتوا؟ لازم يقول كيف بدنا نثبت اللبنانية بأرضه. بقول لك المعادلة الذهبية، عنا أمن بينشاف الحال فيه، عنا جيش بينشاف الحال فيه، نحن بحاجة لقضاء يعمل عدل بين المواطنين، وفي قاعدة بتقول يمكن ما تكون كتير صحيحة لكنها موجودة، ظلم في السوية عدل في الرعية. تسمح. وقت بدك تظلم يظلم كل الناس، وقت بدك تعدل يعدل مع كل الناس، بس يشعر المواطن انه هو مثله مثل ابن الوزير او مثله مثل ابن السياسي او مثله مثل المعمم رجل الدين، ساعتها كوني اكيد عنده سبب اضافي انه يبقى موجود بارضه. بدك تلغي الامتيازات بين المواطنين. بس قبل ما نكمل نفندهم، بس لفتنا في أحد المشاهدين اسمه وليد نصار عم بيبعث لنا أسئلة، بس تعليقا ما بعرف إذا هالكلام دقيق لأنه أنا ما شفت تويتر تبع أصالة ولا لحقته يعني ولا بيعنيني. قال بس مش بس طلعت بالطيارة، ولكن قالت على تويتر التابع لإلا أنه الشعب اللبناني شعب جوعان. أنا ما قريت بصراحة ولا أنا قريت، بس هل هذا بس صحيح؟ بس في شيء أسوأ من هيك، كلام جوزة طارق العريان اللي برأيي لازم نعمل له مذكرة توقيف غيابية لاتهم فيه الأمن والقضاء بتلفيق تهمي لمرته. هذا الكلام. طب إذا لبنان مش عاجبهم ليه بيمرقوا بلبنان؟ هذا أخبار هلأ عن النيابة العامة. عرفت؟ هلأ هذا أخبار عن النيابة العامة، طارق العريان بتصريحات سلسلة تصريحات منه مش من بعد هيدي الحادثة. بعد هاي الحادثة أوكي. وعند وصوله على القاهرة قال الأمن والقضاء اللبناني لفه وتهمي لأصالة، شرفوا قطعوا له مذكرة توقيف لأنه رايح جاي على لبنان. هيدي واحد. اثنين، منع التوطين. معلي عن أي توطين عم تحكي الوثيقة؟ ايه في فلسطينيين في سوريين، المجتمع الدولي منع يطرح توطين النازحين منع السوريين. التوطين أنا معك يا ست ندى مذكرة، قلت لك عم تقول الأمم المتحدة للمواطن السوري بس تخلي بلبنان ما في داعي تطلع على السفارة السورية، تتذكر ما في داعي تطلع تسجل بالسفارة السورية، ما تروح تسجل، نحن بنعطيك ورقة خضراء تشبه البطاقة الزرقاء اللي مع أهلنا الفلسطينيين. صح. شو يعني تخليك سؤال في شرك عم تشتغل، ما رح نعمل دعايات وما رح نسمي، في شرك معروفة بلبنان بتعمل لك معاملات ديليفري من سجل العدل وغيره، ليش ما بنعمل معاملة ديليفري للسوري تروح هالمعاملة على السفارة السورية تسجل له ابنه. طيب هول 26,000 إن شاء الله ما أكون غلطان بالرقم اللي عم بيخلقوا كل شهر من أهلنا السوريين يلي فيهم 4,000 أو 5,000 مش عم يتسجلوا، طيب هو بعد 10 سنين شو بيعمل؟ لا في يفوت على الدولة السورية ولا في يسافر على بلد تاني ما معه باسبور، يعني هذا بده يعيش هون، بده يعيش هون وين؟ برات المدرسة وبرات العمل، يعني بده يعيش بالشارع. تعال أنا وياك نركب سيارتنا ونعمل برمي من الحمراء للأشرفية، بيك تفوت بشارع الحبرة قدام المحلات اللي أسماءها صارت مكهى الشام مكهى مدري شو، كأنك مش في لبنان بقى. هيدا أهين، تعال نشوف هالولاد اللي على الطرقات صح يلي بلا مأوى وعم بيشحدوا، طب هيدا اللي عمره 11 سنة بعد 5 سنين يكبر شو بيصير؟ شو بده يشتغل هيدا؟ صح توطين. وإذا بدك تشرح الواقع تتهم بأنك عنصري مع أنك هيدا واقع. ثلاثة، اللا مركزية الإدارية اللي إجت بالوثيقة. نعم. وأنا هون بدي لك شيء على يلي بنحلف بوحياتها هلا مركزيه الاداريه. الرئيس بري اصر على عباره الاداريه لانه كلمه لا مركزيه هيك بتحاكي الفدرال اذا بدك، ومعه حق وواسع بس حمالي. انا بدي اقول لكل اللبنانيين بالوقت اللي عم يحكوا عن بطاقه مغنطه تنتخف فيها وين ما بدك كيف ما بدك نتيجه كيف ما بدك، تجبرني انا اذا بدي اروح اعمل اخراج قاد عائلي او فردي اذا كنت ابن بعلبك الهرمل انزل مدري لوين انزل مدري لوين
مين بعد بيشتغل هيك يا جماعة؟ يعني قبل ما تعمل البطاقة المماغنطة روح اعمل لها مركزية إدارية لإخراج الآد، روح اعمل لي إخراج الآد، روح اعمل لي هوية، روح اعمل لي إذا بدي معاملة أنا ما بدي أربع خمس يعني الشغل عم بيصير بالقلب. إيه لا بس أصلا ليش معلش استطرادا ليش برأيك في إمكانية من هلأ لأيار المقبل تكون جاهزة البطاقة المماغنطة؟ عم نسمع حديث إنه لا يمكن ما تكون جاهزة وقد يتم العضول عن اللجوء لها وبنرجع بننتخب ببطاقات الهوية، هل هالشي صحيح ودقيق؟ في شيء تقني رح جاوب عليه وفي شيء سياسي. الشق التقني أولا هويتنا هي مغنطة وباسبورنا البيومتريك هو مغنط، يعني إذا نحن كنا صادقين فينا نركب مكنات بصناديق الاقتراع أو عفوا بغرف أقلام الاقتراع، أنت عبر هويتك تنتخب وتكون مربوطة بسيستم، هي واحد. اثنين الوزير نهاد المشنوع عم نجبر كل مرة أن يعيد يمكن حالة، هو خاصم بالسياسي، نحن مختلفين من إيران والسعودية نعم. لا توصل إلى أدق نعم. التفاصيل، لكن ما حدا في ينكر شجاعته وقت وزير الداخلية يقول ما فينا نعمل بطاقة مغنطة. بطاقة المغنطة هي عذر وهي حجة لتمويض الانتخابات لا أكثر كيف؟ ولا أقل. في اتفاق وهلأ بده يزعل صديقك وصديقنا وزير جبران باسيل نعم. لا في اتفاق بين الأستاذ نادر الحريري والوزير جبران باسيل شو في بنود هالاتفاق؟ واضح هذا الاتفاق، رب العالمين من شاف يعني ماش من شاف، واللي كلموا كلموا سيدنا موسى بس كلنا منؤمن بهذا الرب ما هيك؟ طب هذا الاتفاق ما نشاف بس يا خي هذا الاتفاق علاماته طب بحسب علاماته عم تجي بما يتعلق بهذا الموضوع شو في شو ماذا يتضمن الاتفاق؟ اتفاق انه الرئيس سعد الحريري بحاجة يلم الشارع لحتى يكون قادر يعمل انتخابات وبكل صراحة فريقنا السياسي له مصلحة بالرئيس الحريري يلم الشارع لسبب كتير بسيط، يلي بجرب نجيب مئاتي بصير أكيد مغروم بسعد الحريري. تجربة فريقنا هيك ماذا عن حلفاء فريقكم؟ يعني مثل الوزير السابق فيصل كرامي، الوزير السابق عبد الرحيم مراد. بالعكس الحديث كان أنه دائما يسعى حزب الله إلى خرق الجبهات الأخرى من خلال حلفائه تحديدا الشارع السني. بحكي حكي جارح هلا العكس تفضل بحكي حكي جارح احكي الصراحة شيري أسامة سعد ومصطفى حمدان وكم شخصية ونحن سميه لسني مراحة السفارة السعودية وعمل مبايعة أنا سميت لك شخصيتين اثنيناتهم راحوا على السفارة السعودية واثنيناتهم علاقتهم بسعد الحريري مفتوح السر. أنا ما عم بقول غلط، أنت عم تحكي عن سعد الحريري المملكة العربية السعودية بلد صديق لا. للبنان انت مثل لا أنا فت على من باب الرئيس الحريري، أنت عم تقول الرئيس الحريري وين حلفائكم الموضوع الإيجابية معه بكل شفافية وصراحة. في مسألتين، مسألة الأولى نجيب مئاتي تجربة 8 أزار وحزب الله معه مرة ولهيك اليوم في إذا بدك إعادة قراءة لطريقة التحالفات، والتجربة مع سعد الحريري عم بقولها هيك على الهواء مثل ما هي، هي أفضل بكتير لفريقنا السياسي من تجربة مع نجيب مئاتي. يعني ندموا أنه كيف سقطوا للرئيس الحريري وجيبوا الرئيس مئاتي؟ ما حدا رح يقول لك الحكي بس أنا عم أقول لك على الهواء إيه بعد تجربة نجيب مئاتي في ندم باللاوعي الجماعي عند فريقنا السياسي، وفي يمكن حتى أنا مرة سمعتها من فخامة الرئيس ميشيل عون إنه لو عارفين هيك بينا على سعد الحريري والعلاقة كتير جيدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هيدا واحد. اثنين لا مش مزبوط إنه سنة 8 أزار كلهم مسكرين على الرئيس الحريري وعلى خياره السياسي السعودي. سميتي أشخاص أصدقاء وأحبة وإخوة نعم. لكن هني راحوا عزوا بسعود الفيصل وراحوا زاروا المملكة العربية السعودية، وبالتالي في كونتاكت هني وسعد الحريري سواء مباشر أو غير مباشر، وأنا عم بوصف مش عم جرح. من كفي هيك لما نكون عم نكفي بأي نقطة الثروة البترولية البحرية هي فينا نحكيها بعد البريك، بس بدي أوضح قالوا لي بالريجي فاتوا على حسابات إنستغرام وتويتر لأصالة منا كاتبة هيدا الشيء، بتمنى على المشاهد لأنه بعده عم بيبعث لي أسئلة يكون يتأكد وين شاف هيدا الشيء. وأنا على كل حال نسبتها لحضرتك إذا كان هيدا الموضوع دقيق أم لا. خلينا ناخد بريك ونرجع منتابع مع سالم زهران. منتابع حلقتنا بالمحور الثاني قبل ما نكمل تفنيد الوثيقة في أسئلة لحضرتك. يعني في كتير ناس عم بتتابعنا على السوشيال ميديا، في حدا اسمه محمد فخر الدين بيسألك هل سيقبل حزب الله التحالف مع التيار المتحالف مع القوات اللبنانية لحسب كرامة سليمان بيك؟ أليس التحالف مع الحليف ما بعرف شو قصده أفضل من التحالف
الحليف النصفي ما بعرف شو ما تحالف مع الحليف الإلغائي. كل يلي بيحكوا عن انتخابات اليوم بيكونوا غلطانين برأيي ناقصة الصورة. بس بين هلالين الانتخابات اللي جاي مش رح تكون بحسابات سياسية. كيف رح تكون؟ رأيي على الهوى رح أقول رح تشوفي 8 و14 أذار بنفس اللوائح بعدد كبير من المطارح ورح تشوفين مش قصة الصوت التفضيلي رح تخليهم يتوزعوا بلوائح بوش بعض؟ لا بالعكس رح يكونوا عم يتنافسوا بقلب اللوائح. نعم. يعني الشيخ بطرس حرب دخلك ب 8 أذار. الشيخ بطرس حرب متهم يعني؟ حزب الله إنه قاتله. يعني رح يتحالف مع سليمان فرنجية مع حفظ الألقاب؟ طبيعي. ويمكن الكتائب يكونوا بنفس الحلف، يمكن ماني أكيد. وبالتالي المعركة الانتخابية المقبلة ما راح تكون 8 و14 أذار. بعد في 8 و14 أستاذ سالم خلص. ما انتبهوا ما بقى لهم قيمة بالمعنى هيك السياسي الحقيقي، ما عليه هي الحكومة فيها حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والقوات اللبنانية. بعدد كبير من المطارح راح يكون في مواجهات، وبعدد كبير من المطارح راح يكون في تحالفات ظاهرة، وبعدد كبير من المطارح راح يكون في تحالفات مستترة. أنا اللي عم بشعر فيه إنه الرئيس سعد الحريري منه رايح للأخير بمواجهته مع حزب الله، وبالعكس كمان حزب الله يبدو مش كتير رايح بالمواجهة مع سعد الحريري، والدليل إنه خطاب سمحت السيد حسن نصر الله الأخير يلي وصف بإعلام الخليجي، ولا بعد شوي بنحكي إنه عالي النبرة الرئيس سعد الحريري نو كومنت. هيدا الشيء بيستاهل نحن طبعا، لأنه عم يحرج الرئيس سعد الحريري. ويله الوضع الداخلي اللبناني، ويله كمان لبنان يرجع على خارطة الخليجية، لأنه جزء من اقتصادنا يرتكز إلى هذا العالم. ما حدا يهت اللبنانية لا بلقمة عايشون ولا باقتصادهم. نحن منا بالخليج عم نشحد، نحن عم نشتغل عم نتعب عم نطلع مصاري، ما حدا منا رايح عم بيشحد وعم يعطوه هبة، مش صحيح. هي واحد. اثنين، نحن نثني على موقف الرئيس سعد الحريري بعدم رده على خطاب سماحة السيد حسن نصر الله، وهذا تصرف رجل دولة. وقت اللي بيكون له شيء بنعطيه، وقت اللي بيكون عليه شيء بنقول انه عليه شيء. لا بالعكس، هذا موقف ايجابي. وهن ذاتهم هول الناس، طب ما سالوا حالهم ليش السيد حسن نصر الله بخطاباته اللي قبل واللي قبل واللي قبل واللي قبل واللي له علاقه بالملفات المحليه اللبنانيه كان اكثر من متسامح؟ بعدين خلينا نتذكر السيد شو عم بيحكي باي وقت وباي ظرف وباي مكان، ولا مره ينفصل الخطاب والشخص عن الظرف. بيوم القدس شو متوقعين السيد حسن نصر الله يحكي مثلا؟ بيوم القدس هالسنه واللي قبل والسنه اللي جاي طبيعي يكون الحوار له علاقه بالعدو الاسرائيلي، طبيعي جدا 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 جدا. اثنين، افخاي ادراعي الناطق الرسمي باسم العدو الاسرائيلي هو عم بيقول امبارح انه نحن والدول العربيه عنا علاقات، بعض ظاهر والبعض الاخر مستتر، وقريبا بدنا نعلن عنها. وبالتالي لا، السيد حسن نصر الله تحدث في يوم القدس العالمي، فمن الطبيعي ان يكون موقف استراتيجي ومؤلم للعدو الاسرائيلي. طب ولهذا السبب اجى الهجوم عليه؟ طالما فتنا بالموضوع السبب اجى الهجوم عليه، ولهذا السبب يثنى على الرئيس سعد الحريري. وللاسف في بعض الصغار بيكونوا ملكيين اكثر من الملك، وبعض يعني في ناس هيك صغار بيعملوا مواقف وبيبعتوها بالفاكس على السفاره السعوديه، بيفكروا انه هلا بيحطوا لنا النجمه على راسه مثل ولاد صغار. هي المرحله الجديده بالحسابات، انتوا اصغر منا. خطاب السيد حسن نصر الله الاخير في رسائل الاسرائيلي وحده كان عم يفهمها، يعني وقت اللي سمحت السيد قال عن المجاهدين والمقاتلين بالاجواء، رايي الشخصي بدا تحليلي. نعم. طلعت ايران اطلقت صواريخ اصابت داعش بدير الزور من قلب الجمهوريه الاسلاميه بايران بموقف جديد. كتار بلشوا يحللوا ويقولوا انه هذه رساله للاسرائيلي أن الحرب المقبلة سوف تطلق عليك الصواريخ من الجمهورية الإسلامية بإيران مباشرة لتسقط في تل أبيب. ونعمل بروباغندا كبيرة بوسائل الإعلام الغربية والعربية أنه شرفوا روحوا على الحرب مع إيران. أنا تحليلي الشخصي يمكن يكون صح يمكن يكون غلط، الإسرائيلي عم سماحة السيد عم بيقوله للإسرائيلي أنه لا، مش شرط تكون حربنا بالصواريخ المباشرة، فيها تكون حربنا عبر المقاتلين وعبر الفدائيين. وهذا الخطاب بمطرح هو رسالة هيك برأيي، بمطرح تاني له علاقة بثقافة الشعوب. يعني السيد عم بيقول بهذا الخطاب نحن ثقافة شعوب مناهضة للعدو الإسرائيلي. طب كيف بتترجم هذه الثقافة المناهضة؟ إنك تعمل هالموقف التعبوي اللي له علاقة أنه شرفوا يا ناس الحدود سوف تكون مشرعة، دخلك بالستينات وبالخمسينات وبالأربعينات وبالتسعينات وقبل التسعينات ما سقط شهداء على ضرب فلسطين تونسيين وجزائريين ومغربيين وسوريين، سقط عشرات الشهداء. للأسف في ناس إذا السيد حسن نصر الله بيقول الدنيا شوب وبتكون درجة الحرارة 40 بيقولوا لا مبوردة،
في واحد بده يحكي لانه بده يحكي، وفي صغار بلبنان بيبعثوا فاكسات وايميلات للسفاره السعوديه أمام مرحلة ومش عارفين انه السعوديه هل نحن امام فعليا بعيدا من يلي بينكتب والرد والرد على الرد، امام مرحله صعبه؟ هل يعني ما يتم تكراره والتهويل فيه والمعلومات التي تسرب انه سنشهد على حرب؟ انا وياك دائما، او هي لانه دائما بينطرحوا بنعتبرها حرب اعلاميه. أنا وياك دايما وعملنا الجوله الشهيره على الحدود على وقع الحديث العلام الاسرائيلي عن الحرب في الجنوب. الشق الاول هي الجوله وانا كنت جزء منها، هي رساله دفاعيه بوجه العدو الاسرائيلي. يا ست ندى، وقال هيك وقتها حزب الله، مش بس هيك، طلع حزب الله يقول هيدا الاسرائيلي عم يعمل متراس وهلا عم يحضر يعمل سد وحيط، وهذا دليل انه هو مش جاي يهجم علينا مثل ما عم بخوفوكم، هذا دليل انه هو خايفان منا. راحت فسرت انه هي رساله هجوم، هي واحد. اثنين، السنه الماضيه عيدنا نحن وياكي على الهواء. وكان السؤال الناس نفس السؤال. والصبيه اللي بتشتغل بالميك اب كمان بدنا الله يعطيها العافيه، السنه الماضيه قالت لي في حرب، قلت لها لا، قالت لي اكيد، قلت لها ايه، وهلا سالتني نفس السؤال، في حرب؟ قلنا لها لا، قال اكيد، قلنا لها ايه، يعني ما هذا هذا من سنة على الأقل مش عم نصدق، مش يعني عم نصدق. طيب انه شو بد يعني، انا بحس في لبنانيه عم بيصلوا تصير حرب. لا يا عمي مش هيك، الاسرائيلي هلا عم ليه بده يكون في لبنان عم يصلوا تصير حرب؟ لانه مهووسين لبنانيين، اذا هلا وضع الاقتصاد مش قادرين يقبوا راسهم على رغم كل الزعماء صاروا يحبوا وقت بعضهم. وقت الاسرائيلي بيقرا سماحه السيد حسن نصر الله بهدوء بتحليل استراتيجي، وبعض اللبنانيين الكتبه بالصحف المحليه والعربيه بيعملوا انه رحنا رايحين على الحرب بعد ساعه، كيف بدك تقري الا انه هو عم ما في مقومات للحرب؟ انا لا ارى حرب. نعم العدو الاسرائيلي باي تكي باي لحظه في فاجئ، لكن بكل صراحه وجود اليونيفل بجنوب، انتشارهم الطبيعي، حركتهم الطبيعيه، 13000 وبعتقدوا 700 ضابط وعنصر، هذا الوجود. وهلا فهمت بسور فولت الصيفيه لانه عم يجوا هن وعيالهم يصيفوا عنا، القوه الردعيه للمقاومه الموجوده، رغبة المقاومة إن ما بدها حرب، لكن إذا وقعت عليها ساعتها لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هي مؤشرات مثل العادة. طيب من سنة كان نفس الحكي إنه بيوم القدس، حكي السيد ونفس الجواب ونفس السؤال ونفس يلي عم بيسأل أستاذ سالم وعم بيسأل طمنتن. بدي أسأل قبل ما نكمل، في حدا راما أسامة الأيوبي، ما رح استعمل العبارات المهينة لإلنا كلبنانيين بالسؤال، بس وجباتي نقول السؤال، قال إذا نحن بدنا السوريين يفلوا من لبنان، مع كل ألفاظ مرتبة بحقنا كلبنانيين مع أنه رح نظهر من بيوتنا نحن عشوي، ليش ما عم بينعطوا الشباب يعني السوريين أوراقهم؟ ليش عم بيتبهدلوا بالأمن العام؟ نحن بدنا أوراقنا وما بدنا نشوفكم ونرجع بلادنا. ما فهمت، ما أنا بعرف أنه هني عم بيجددوا الدخلة والطلع على الأمن العام، شو هي الإجراءات؟ حسابات بتنكب وحكي بينكب. لا لا، بس أنا بدي أسأل السؤال لأنه طلع لبنان الجنيد. بوجودي ما حدا يزايد على محبة السوريين، بالعكس نحن متهمين ان منحب سوريا اكثر من كتار من هول السوريين اللي تركوا بلدهم واجوا يقبلوا يكونوا شحادين بلبنان او بالاردن او بتركيا. بحب بلده بروح يقاتل مع جيش بلده، بحب بلده بروح يعيش ببلده. ايه في حالات استثنائيه موجوده بلبنان لتتعلم لتتطبب، يمكن لانه بتخاف او عندها خطر او او او، لكن معظم الحالات الباقيه ما لها قيمه وما لها طعمه. يلي جاي ليشتغل، طيب اللي عم يظهر تيعيد او يعمل شغله او يطلع بيوته وعياله هونيك، يعني قادر يروح، ليش عم بيرجع على لبنان؟ ما عم ينعمل ملف حقيقي وجدي ليه؟ نميز فيه، حقلك ليه؟ كمان مع انه التيار الوطني الحر كان راس حربي، بين يوم اصبح بين في السلطه، بين النازح وبين اللاجئ وبين الموفد وبين 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 وبين، في عده حالات من اهلنا السوريين، وانا يمكن سوري قد مني لبناني. في ناس موجودين بلبنان قبل الازمه وحياتهم هون، في 70,000 عامل سوري موجودين بلبنان قبل الأزمة. كل عمره، كل عمره. ماشي. في جزء جاي كل عمره لبنان بيروحوا بيشتغلوا بسوريا. في جزء جاي، في جزء هني عوائل إرهابيين، هول الموجودين بخراج عرسال بالمخيمات، أنا مسؤول عن كلامي على الهواء وبتحاسب عليه قدام ربنا وقدام القانون. وين تقصد بأي مخيم؟ هقول لك ليه. يلي موجودين بمخيم الخريطة مخيم خارج عرسال. صح، أنت بتعرفي الخريطة أكثر مني. في عرسال، في خراج عرسال، وفي جرود عرسال. جرود عرسال فيها مقاتلين، فيها الإرهابي نصرة وداعش، بيقاتلوا ثلاث أيام وبيجوا بيناموا بخلفه بالخروج بالمخيمات ثلاث أيام بمخيم واد حميد تحديدا، عبر عرسال وعبر اللي اسمه
NGOs هو اللي ارتطم النصابين الجداد، مش كلهم ثلاث ارباعهم. نعم هذا السيستم. لهيك الجيش اللبناني والعماد جوزيف عون انا برايي رح يدخل التاريخ، رح ينكتب اسمه بالتاريخ هو وحزب الله. ليش وقت عم اللي راح ايه اول شيء نحن صرنا ناقلين 500 وبعتقدوا 25 سوري، بتقولي لي الرقم صغير راحوا عسل الورد، بتقولي لي الرقم صغير بس هول ال 525 رح يشجعوا 5000 سوري بكره طب. و 50000 سوري نتيجه شو يجوا. صارت هيدي التسويه تظهروا هالعيال نتيجه بس كل شفافيه وصراحه جهد من قبل قياده الجيش يلي عم تشتغل شغله وشغل الطبقه السياسيه، طبقه سياسيه تافهه جابت وزير اسمه معين المرعبي للنازحين ما بيحكي هو سوريا. كيف؟ طب وين حلفائكم واعترضوا؟ غلطانين. مين وين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر ما اعترضوا؟ في قاعدة. وين الوزير جبران باسيليا اللي أول من يطالب بعودة النازحين ورئيس الجمهورية؟ وما عم يحكوا، ما عم نفهم يعني شو الازدواجية؟ طب نحن نطلع عنا انفصام. أنا أعترف على هوا أنه فريقنا السياسي أخطأ حين قبل بوزير للنازحين السوريين لا يتعاطى مع الدولة السورية. فإذا شو عم بيعمل هالوزير؟ مثل ما عمل وزير بيئة، شو كان اسمه هيدا محمد المشنوق، وزير بيئة وأكرم شهي بدير الوزارة، وهلأ جابونا وزير نازحين وعم يدور على وزير يدير الملف. مش أول مرة بيغلطوا لا فريقنا ولا الطبقة السياسية تحت الأسباب المعينة، بس النتائج على الشعب اللبناني، نتائج مش على الشعب اللبناني. وأكثر حدا متضرر هني أهل السنة بكل صراحة، لانه ما توخزيني بهالكلمه 70% من هول النازحين ما اجوا قعدوا بالضاحي الجنوبي عرسال عرسال مخنوقه. روح اسمع رئيس بلديه عرسال هذا الرجل المحترم شو عم بيقول. طب اليوم في حديث ورح نحضر التقرير ونحضره طالما هلا عم نحكي موضوع النازحين، انه في قافله جديده من هؤلاء النازحين ستغادر من مخيمات عرسال باتجاه قرى وبلدات القلمون الغربي، لانه في شخص من عشائر القلمون هو الذي يتولى هذا التفاوض وهو محط ثقه عند القياده اللبنانيه ومن المقابل القياده السوريه، ولكن هناك ضغوط تمارس لمنعهم. نحضر التقرير ومنفوت بالتفاصيل او بعد منه جاهز التقرير. هيدي الصوره اللي بتشوفيها شوفوها اللبنانيه وللاسف نشراتنا الاخباريه، اذا سي شو وحده حطت لها جول بشي مطرح بنشروا حريمه وعرضه على الهواء وبيعبوا لنا النشره من الصبح للعشيه. بس هذا المشهد ما حدا بفوت يتعاطى معه بالعمق، بيمرق بالنشره هيك لانه كله مركز على الجول على القشور. ايه على القشور. هذا المشهد اللي شفتي انت لهول القفلات عم يتنقلوا بساعة اثنين ثلاثة انا بعرف شو، وانا اول واحد حكي مع سمر بوخليل على قناة الجديد عنه انا بعرف قديش اخذ جهد طويل من حزب الله ومن قائد الجيش، انا بعرف قد انشغل بسوريا شو بدي بلبنان وحقول كيف، مع انه الحكومة ترفض حد الساعة لا الحديث او الحوار مع الحكومة السورية على الرغم انه في صفقة تبادل دبلوماسي بالبلدين مع بعض تحت الطاولة لازم نحن نترجم، يعني نعتبر في قبة باط هلأ وهالامر يتولى الجيش. يا ست ندى ما بدنا نفهم معلش، يا ست ندى لواء عباس ابراهيم الله يوجه له الخير وينعاد عليه هو وكل عناصر ضباط الامن العام يلي عم يشتغل شغله مضرب 10، مش عاجبه للاخ عم بينكل فيه الامن العام يلي عم يشتغل شغله ضرب 10. خلينا نقول انه هذا جهاز الامن العام اللي كان محضر يستقبل 1700 1800 على المعبر صار عم يستقبل 24000 و25000 باليوم الواحد، وبالتالي هول العناصر عم يشتغلوا مش دوبل مش تريبل اكثر، هول بيستاهلوا نقول لهم يعطيكم العافيه. هول عناصر الامن العام اللي شفناهم بالعيد انا قطعت على حواجز على الارض لعناصر الامن العام عم بتفتش، هذا الامن العام اللي عم بكافح الارهاب، هذا الامن العام اللي عم بيعمل حاجز على الطريق، هي الامن العام اللي واقف عم بيختم للناس ويتابع امورهم، هذا الجهاز حل مساله الرهبين الرهبات معلوله عفوا بالحكي مع الدوله السوريه وكل هذا الامن العام تابع للدوله اللبنانيه واكثر من ورئيسه مره ورئيسه ما تخزيني بهالكلمه هو الوزير نواد المشنوق اللي هو وزير ازرق بطيار المستقبل، لا نحن بنحكي مع السوريين ساعه البدنة وبن اليوم المعالجه ستكون عبر الجيش بالطريقه اللي عم بتصير تباعا اللي عم بيصير هو على الشكل التالي اللي حضرتك قلتيه معلومه دقيقه مزبوط، احد المشايخ العشائر الاجلاء بوساطه مع حزب الله ومع الجيش اللبناني وبجهد حقول ليه بجهد هول السوريين اللي رجعوا على سوريا جزء كبير منهم عندهم ملفات قضائيه يعني مطلوبين للقضاء السوري، هيدا عيال لا في شباب منهم كانوا مطلوبين في جزء منهم فرين من الخدمه الالزاميه أوكي. اخذ حزب الله هالملفات طلع الدولة السورية فإذا كيف سوي لهم أوضاعهم سوي لهم وضعهم ليه عم بقول أنا أنتوا شفتوا المشهد بآخر. بس ما شفتوا قديش صار في شهد يعني ما شفتي قديش مسؤولين حزب الله بدون ما نفوت بالأسماء لأنهم ما بيحبوا أسميهم بالرغم صاروا
معروفين مين الله دايما بيوافقوا. لا ابدا ما حذرنا بس لا لا مش وفيق صفا. لا ابدا ايه. انه هول المسؤولين اللي الله يجزيهم الخير مش عم بيشتغلوا شيء لصالح بس حزب الله. وخليني ذكري كل الناس كانت عم بتقول انه حزب الله يهجر اهل السنه والجماعه من القلمون. طيب يا بلا نحكي شي كلمه هلا الدنيا عيد يا اذكياء وبين هلالين اذكياء وشحطتين تحت منا. هي حزب الله عم يقتل حاله ليرجعوا لهول الناس على القلمون. تخلي كل اللي رجعوا من اهلنا من العشائر السوريه هولي سنه ولا شيعة. بس عذرا يمكن ما كان ممكن يرجعوا لو ما الجيش اللبناني صار هو المنتشر واحد. على طول هذه الحدود هو اللي امن لهم طريقه. مين اللي قاله؟ هل كان جزء من هيدا مسار لبدء عوده النازحين الى القلمون الغربي انه ينسحب حزب الله من مراكزه في تلك المنطقه المحازيه للقلمون الغربي ويسلمها للجيش اللبناني؟ بس خليني ذكرك يا ست ندى. هل كانت جزء؟ لا صح. بس خليني ذكرك يا ست ندى انه حزب الله رافق تلك العوائل الى داخل الاراضي السوريه. يعني الجيش اللبناني وصلهم على المعبر وقال لهم الله معكم. اللي كمل معهم الموكب هو حزب الله. لا هول الأهالي بشعروا بالأمان مع حزب الله والدولة السورية مشكورة أنه قبلت تسوي ملفات الراجعين أو العائدين. وكوني أكيد هول 500 اللي رجعوا رح يرجع من بعد 5000 والـ5000 50000. بس شرط تكون الدولة اللبنانية جدية بمعالجة هالملف. أنا اللي خايفين منه يا ست ندى أنه تكون هالوزارة اللي اسمها وزارة النازحين وغيرها مبسوطة بالنازح السوري لأنه عم تشحد على ظهره هي وجمعيات الـ NGOs. خلينا كيف ما هي كيف ما المساعدات عم تجي أنا وياك نعمل جردة خارج إطار الدولة. لا مش صحيح. في جمعيات عاملة شراكة غير مباشرة بينها وبين الوزارة وبين المجتمع الدولي. امبارح كان في تسريب لتسجيل صوتي هلأ بسمعك إياه بعطيك إياه لحدا من داخل السفارة السعودية عم بيحكي عن حجم المساعدات اللي تقدمت للنازحين السوريين واللي ما بينت. لا في حدا عم بيشحد على ظهر السوريين الموجودين بلبنان. إذا الأمم المتحدة جدية بمعالجة السوريين الشغل كتير سهل وكتير بسيطة يساعدوهم يرجعوا لبلدهم. ست ندى عائلة مكونة من 5 أفراد وأم وبي 7. قديه بدها بالشهر لتعيش بلبنان بكرامتها؟ نعم كتير تحت الألف دولار. ليش اللبناني قديش عم بيعيش تحت الألف دولار؟ هالقليلة. طيب أنا فوق الألف دولار. أنا عم بقلك على الهواء وعيب يمكن فوق بالتفصيل. نعم. نحن موقع رصد النيوز عنا مكتب موجود بالشام وباللاذقية. نعم. أحلى موظف خريج جامعة معه ماستر بيقبض حوالي 60,000 ليرة سوري يعني حوالي 100 دولار. يعني أنت بمية دولار أو بميتين دولار بسوريا فيك تفتحي بيت لعائلة كريمة تعيش بكرامتها وما بتعوز حدا. هاي الدولة أو هاي الأمم المتحدة اللي عم تعطي للسوري 200 او 300 دولار بلبنان ما بتكفي عيش حياة كريمة. اذا هو ذاته هالمبلغ بتعطيه بسوريا بعيش عيشة كريمة. للأسف هناك مؤامرة على الشعب السوري وعلى الشعب اللبناني. ومطلوب من لبنان شغلة واحدة بس يضلوا مأوى. طيب. مأوى للنازحين ضمن حزام بؤس لا ينتهي. تنختم هيدا المحور قبل ما نحضر الموضوع اللي قعدناه او نغري نفوت على البريك. طب الضوء فعلا يعني بحسب المعلومات اللي اشتغلنا عليها وقتها انه كان في ضغوط على هؤلاء خاصه وقتها عرف انه يعمل بشكل وتيره لتنفيذ العوده على مراحل. في ضغوط عليهم من قبل مقاتلي جبهه النصره لمنعهم. نعم. لانه مقاتلي سرايا اهل الشام هن من ضمن التسويه بمرحله من المراحل. يعني سبب بسيط. ليش تما ينعزلوا تما يكونوا نرجع للخريطه مع اساس كيف في تفاوض تينسحبوا للداخل السوري. نرجع للخريطه قلنا عرسال اخراج عرسال جرود عرسال. اذا حزب الله والجيش اللبناني حزب الله من داخل الاراضي السوريه هو جيش العرب السوري والجيش اللبناني من الاراضي اللبنانيه قرروا اليوم يعملوا معركه يستأصلوا الغده السرطانيه الموجوده بجرود. انت فيك تعمليها وعندك 20,000 المخيمات يعني شلت الدرع البشري اللي حاميها. هذا المطلوب مطلوب يشيلوا الدرع البشري. هني بيعرفوا بس المفاوضات مكمله. المفاوضات لأنه مكمله لانه حكى انه قتل ابو طه احد وجهاء عشائر القلمون مع انه لا ما لم يقتل. انا معلوماتي الشخصيه ان حزب الله والجيش اللبناني كل من زاويته في قرار بتنظيف الجرود. هيدي الجرود بتنضف بالمنيح بتنضف ما بتنضف بالمنيح بدنا نروح على معركه. احلى حل تنظيف الجهود بشيء استاذ سالم قبل ما نفوت على هالموضوع هل هي البدايه بس لانهاء ملف الوجود السوري او النازحين السوريين فقط في عرسال وخراجة ام انه القطار انطلق لتامين العوده الكريمه لكافه النازحين؟ انا اسف يا لا. انا اني اقول لك لا
هذه المسألة لا علاقة فقط بالنازحين موجودين بالإخراج ومن حمل يعني الجيش. إذا 100,000 نازح من أصل مليونين نازح من حمل الجيش اللبناني أكثر من طاقته؟ العماج وزيفعون أنا يعني بدك قرار سياسي. أنا قلت فات التاريخ لأنه عم بيشتغل أمن اجتماعي وأمن اقتصادي. الأمن منه أمن عسكري، لا، الأمن أمن اجتماعي وأمن اقتصادي. تخلك هاي الجريمة المنتشرة وهلا اليوم عم بقرأ عن جريمتين وبس ليعرفوا اللبنانيين، بعتقد صاروا 189 أو 190 جريمة قتل من أول رأس السنة لليوم. صح، يعني إحنا فتنا جينيس بمعدل الجريمة. طب هذه الجريمة أسبابها أمنية؟ ومش مزبوط تراخيص السلاح، هذه كذبة إنه بنلغي تراخيص. في ناس عم تستعمل السلاح من دون تراخيص. سميلي واحد منهم معه رخصة حمل سلاح. صح، واحد. لمين قال إنه هاي السكين؟ تعرفي هذا اللي قتل بيت الجوز واثنين الشهيدين المغدورين بمورينا، ضربهم بمورينا. مش مزبوط إنه موضوع له علاقة بسلاح، سلاح جزء من المشكلة، لكن مشكل حقيقي الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي. مشكل حقيقي هي داعش اللي فاتت على شاشاتنا واللي صرنا نشوف النحر وصار يعلق بلاوعينا الجماعي. المشهد الحقيقي إنه أولادنا بالعيد ما بقى يجيبوا بس فرود يلعبوا فيها، صاروا يجيبوا سكاكين يلعبوا فيها. المشهد اللي بيخوف إنه بليبيا وبمصر وبالعراق وبسوريا وبالأردن وبلبنان أكتر لعبة عم تنباع هي الخنجر. أكتر لعبة عم تنباع هي الخنجر، لأنه هاي الولد بده يكون مثل البغدادي عم يذبح. المشكلة مشكلة نفسية سيكولوجية سوسيولوجية اجتماعية اقتصادية مادية، العلاقة بالبطالة، العلاقة بالأخلاق، العلاقة بالقيم، العلاقة بالفقر، العلاقة بكل شيء. كل هول الظواهر بيودوك لهون. هيدا الطفل السوري اللي عم بيشحب بشارع الحمراء وعمره 12 سنة، بعد 7 سنين أنا وياك عم ندور عليه وينه. صح، يعني المشكلة مش بس إنه تنويه بعمل الأجهزة الأمنية، في شيء يفوق قدرته وطاقته مع الوقت. في واقع أكبر منا، في واقع بده يفرض حاله. الرئيس سعد الحريري معنا اليوم بيقول له لمعين المرعبي، وما عندي شيء ضده بالشخصي، نعم، نحن عم نطوي صفحة ونفتح صفحة، معني يقول له زيح شوي على طريق محمد المشنوق، شرف يا مين بدك إياه، نقول تويني سليم جريصاتي بدك إياه، شرف استلم هالملف، طلع زور سوريا، خليهم يشتغلوا بوزاراتهم، لا، خذ ملف عند السوريين وقول له نحن جاهزين. نحن معك حكينا على الهواء، كان بعد وائل الحلقة رئيس حكومة بسوريا من سنتين، نعم، أنا إلي بلغني قال لي سالم شرف في نسخة من الملف، حضرنا ملف؟ حضرنا بقت سيا 35,000، حضرنا مساكن ل 35,000. قلت معك على الهواء يشرف تمام إسلام يبعثهم. وصل نصري خوري رئيس مجلس أعلى لبنان السوري قال له شرف ابعثهم، قال له لا دخيلك ما بدي أحكي مع السوريين، بيزعلوا الخليجية. طيب خلي الخليجية يفيدونا كلنا. للأسف بتوقع الواقع علينا نحن كلبنانيين، ومش راضين حدا يعتبر ان احنا عم ننكل بغيرنا. شوفي انا ابن أنا, خلينا انا ابن المقاصد وابن المدرسة الرسمية الثانوية وابن الجامعة اللبنانية. تروحي شوفي مدارسنا الثانوية الرسمية والابتدائية والمتوسطة كيف عم تفتح دوامين وثلاث دوامات لتلحق. عم نظلم السوري وعم نظلم حالنا. صح، مطرحه ببلده بس هالقد. خلينا نحضر التقرير ومنفوت دغري على بريك ومنفوت على محاور أخرى من بعد البريك. بعدما عاد عدد من النازحين السوريين، يبدو أن قافلة جديدة من أبناء قرى وبلدات القلمون الغربي تستعد لمغادرة مخيمات عرسال والعودة إلى سوريا. أحد وجهاء عشائر القلمون محمد طه رحمي المعروف بأبي طه من بلدة عرسال الورد كان من بين الذين نزحوا إلى عرسال، لعب دورا بارزا مع مختلف الأجهزة المعنية في لبنان وفي سوريا في إرساء أسس التفاهم على عودة النازحين، ونسق عودة الدفعة الأولى التي شملت نحو 500 عائلة إلى عسال الورد. أبو طه يواصل اتصالاته ويعمل مع آخرين في القلمون الغربي على تأمين عودة نازحين آخرين من أبناء القلمون الذين نزحوا إلى مخيمات عرسال. إذن في مرحلة لاحقة يفترض أن تنفذ العودة الثانية، وقد تشمل نحو 50,000 نازح سيعودون إلى مناطق بينها الجب فليطة عسال الورد المعرة وغيرها من القرى والبلدات في القلمون الغربي. وكما في المرحلة الأولى كذلك في أي مرحلة لاحقة يشرف الجيش اللبناني على حسن تنفيذ العملية ويعمل على تأمين الطرقات الواقعة تحت سيطرته لمواكبة قوافل العودة إلى الداخل السوري. وفي الداخل السوري فقد اتفق سلفا مع النظام على تسهيل العودة وعدم التعرض للعائدين،
لكن فيما خص المسلحين ولا سيما سراي أهل الشام، فبحسب ما علم فإن تسوية أوضاعهم تبقى رهن حصول مصالحة أو اتفاق مع النظام. عودة النازحين إلى القلمون ليست بالسهلة، فقد تلقى هؤلاء الموزعين بين المخيمات داخل عرسال أو مخيم وادي حميد خارجها، تلقوا تهديدات من مقاتلي جبهة النصرة لمنعهم من المغادرة بهدف استخدامهم كورقة ضغط على الداخل اللبناني ولإبقائهم كدرع يبرر بقائهم في الجرود. فمع مغادرة النازحين تصبح النصرة معزولة وتنتفي مبررات بقائها في الجرود، وبالتالي لن يتراجع الجيش عن إخراجها من الأراضي اللبنانية. منتابع حلقتنا بالمحور الأخير وبالوقت اللي باقي لألنا، بيمرق الوقت بسرعة، بس عنا كتير أسئلة لحضرتك والناس عم تسأل عن موضوع التحالفات بالانتخابات. خلينا نحكي بموضوع التحالفات قبل ما نبلش بالأسئلة، لأنه لازم واجباتنا نخصص لها مساحة. طبعا بتقول اليوم يعني جبنا هيك سيرة الانتخابات، بس اليوم إذا ما في 8 و14 كيف راح تكون هيدي التحالفات؟ بصيدا وبجزين راح احكي عن مطرح بعرف بصير قلبك يدق بس يسمع. المنطقه اللي بنتخب فيها يعني بصيدا وجزين مجبورين اللوائح يكون عندهم شريك بصيدا بالقانون، يعني لازم اجبار يكون في مرشح، لانه هي دايره وحده صارت. دايرة وحدة. طيب صيدا مكونه اذا بدك من 3 تركيبات. التركيبه الاولى بيت الحريري تيار المستقبل، التركيبه الثانيه اسامه سعد والتيار القومي العربي، والتركيبه الثالثه الجماعه الاسلاميه والاسلاميين، واللي تمظهر بالانتخابات البلديه الاخيره. وجزين فيها كمان 3 تركيبات، تيار وطني الحر تركيبة الكبيرة، أستاذ إبراهيم عزار تركيبة، والمستقلين صديق وحليف الرئيس بري، الرئيس بري من أيام والده صح، والمستقلين والكتائب والقوات وإلى ما آخره. طيب وفي إذا مكان لحزب الله كمان بتكون رشحية اللي كمرشحين ككتلة ترشح، بس كمرشحين ما راح يكونوا موجودين. نعم يعني. نعم. طيب إذا بكرة تحالف خينا أسامة سعد مع التيار وطني الحر، إبراهيم عزار بيتكتب الرئيس الحريري، شفتي وين؟ طيب فيك تنزلي هيدي كثير. طيب فيك تنزلي فؤاد السنيورة وزياد أسود خينا وحبيبنا بليستا وحدة، فيك تقنعي شاب بالتيار الوطني الحر منشف ريقه وهو يقرأ الإبراء المستحيل يروح يصوت لفؤاد السنيورة؟ سؤال. ليش وين صار الإبراء المستحيل؟ شو بيقول وائل كفوري؟ لو حقنا غلطة ترك ما غلطة ترك. فكيف بدك تركبيها؟ طيب إذا تحالف أسامة خينا وحبيبنا مع التيار الوطني الحر، ساعتها إبراهيم عزار بس يتحالف. الكل القوى عفى الله عما مضى، مش بس التيار بس الوطني الحر، في فؤاد إلا إذا مش مرشح ما بعرف. بدك تشوف تيار المستقبل كمان مين مرشحي المرشحين الستين، السيدة بهية الحريري والرئيس فؤاد سنيورة رح يلعب لعبة الكراسي الفاضي، يعني بيرشحوا واحد من صيدا اللي هو أسامة سعد وبيتركوا الكرسي الثاني فاضي لبهية أو لأحمد الحريري، للست بهية عفوا أو لأحمد الحريري، وهيك بيسقط فؤاد السنيورة بصناديق الاقتراع. أنا تقديري بلعبة الصوت التفضيلي هناك من يريد إسقاط الرئيس السنيورة من داخل البيت الواحد قبل ما نروح عن هلأ الخصوم. أنا بخدمه إذا بحكي الحكي وبقول إيه، بس هو هيك بكل الأحزاب رح يكون في حروب بكل الأحزاب داخل الأحزاب كل الأحزاب. هي قصة الصوت التفضيلي من ضمن اللائحة اللي تخلي الكل يتناتى شو إلا يعني. إلا الحزب اللي عنده مرشح واحد يعني الحزب اللي عنده مرشح واحد محسومة راح يروح، يعني مثلا مرجع عيون وحصبية، حزب الله عنده خينا علي فياض وحركة أمل عندهم خينا وحبيبنا علي حسن خليل، راح يروحوا الحركة صوت تفضيلهم والحزب صوت تفضيلهم. بس المشكلة وقت اللي بيكون عندك 2 مرشحين يعني مثلا مثل المعادين المارونيين بجزين وإذا مرشحين من التيار الوطني الحر ضمن لائحة واحدة مش سهلة. الصوت التفضيلي بده يكون لا يا لهالشخص من التيار يا لهالشخص، لأنه التنافس رح يكون داخل يعني بيتنافسوا بين بعضهم على القاعدة الشعبية، وحتى الكوتالي بده كمان ياخد أصوات. أنا تقديري لو صايدة جزين مش رح تكون مكتملة سنيا، رح يكون في سني واحد بكل لائحة إلا لائحة مسيحية، ممكن يكون مسيحية ما فيهم ما يكملوا العدد لأنه صعبة صعبة قاسية، أنت بحاجة لكل صوت وأنت بحاجة بتعرف جزين أكتر مني، يعني بحاجة لحدا من جبل الريحان وبوجود أمل، لأنه في عندك كتل ترشح أمل أبو زيد يعني بعتقد محسوم الأمر، لأنه أمل ابن القضاء وأنا مساق بمرت خيي من عرمتها وبعرف أمل قديش محبوب عند المسلمين وعند المسيحيين،
وبعرف ولاد بس عندك كتلة شيعية بصيدا. ايه بس كتلة شيعية بصيدا كتلة شيعية صوت التفضيل لمن يذهب لأنه تركيب بعمل لك تركيب تلاحق مشينة يعني ايه؟ إذا شيعة بالعادة بيعطوا عون وأسامة سعد إذا كانوا سوا بليستة وحدة بيرتاحوا بس حركة أمل بدهم يعطوا عزار هول الثلاثة فيك تجمعيهم بلايحة واحدة؟ لا وبالتالي رح تكون الأمور معقدة وصعبة اليوم التنبؤ في الانتخابات صعب أنا بتقديري ب 14 شباط بذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري رح تنطلق عجلة الانتخابات لأيار بس حكيت عن جزء من هذه التحالفات أستاذ ايه طبعا يعني حكينا تيار وطني حر حكينا تيار أخذنا دائرة 15 دائرة ثنائي أشياء ماذا عن حليف التيار اليوم وصديق والحليف الأساسي في 14 أدار لتيار المستقبل الكويت اللبناني لا منه حليف أساسي لا هذا الحكي شو أنا ب 14 أدار حليف أساسي أنا سأفتي على قدي بس شو بيقولوا دي مودي دي مودي دي باسي تخطي الزمن يعني ليه بقى تخطي الزمن لأنه واضح أولا سمير جعجع وما كان كتير موفق ولا عم بحكي كمراقب مش عم بحكي كفريق سياسي نعم ما كان موفق يوم اللي أهان الرئيس سعد الحريري على سحور ببيته وقال له بتحالف معك إذا عط عائل لأنه مقام رئيس الحكومة برأيي أنا استفز سمير جعجع كل الجو السني حتى الجو اللي هو ضد سعد الحريري بالسياسة مش هيك بتصرفوا الناس يمكن هو عم يرد له أجر على احتفال بيال وبعرف لأنه الكلام باحتفال بيال كبير يمكن أنا عم وصف يمكن هو عم يرد له أجر بس أنا برأيي ما كان موفق يعني بس اليوم الصفحة الجديدة بين مختلف القوى القوات لعبت دور مسهل لو ما يمكن طرح النائب جورج عدوان ما كان وصلنا لأنه الانتخاب ولا مخرج مش كل إسهال منيح أوقات في إسهال بضرب الصحة نادر حريري طلع رد على الدكتور سمير جعجع على الاو تي في بأقل بعد أقل من 24 ساعة ومعروف عن أستاذ نادر الحريري أنه قليل الكلام ويمكن هو الحلقة الأساسية حوالين الرئيس سعد الحريري طلع رد وقال أنه إحنا منا مدرسة لنصنف الناس مشاغبين ومش مشاغبين وخلينا نتذكر منيح رد عليه على الاو تي في وقال بنفس المقابلة بنشرة الأخبار نحن حلفاء مع التيار الوطني الحر إذن تيار المستقبل برأيي حسم أمره بأنه حليف أساس مع التيار الوطني الحر في الانتخابات باستثناء بصغرته ما بعرف كيف بده يحلها بشمال لأنه عنده معضلة كون الدائرة صارت دائرة نائب بطرس حرب الوزير سليمان فرنجي يعني كل أصحابه عم يختلفوا مع بعضهم البعض وأنا تقديري الشخصي من هون لوقتها إذا بقي الرئيس سعد الحريري بخطاب هادئ تجاه السيد حسن نصر الله ما تستغرب يكون هو حزب الله وحركة أمل كمان عم يعملوا تحالفات غير مباشرة هلأ اللبناني ما رح يعجبهم هذا الحكي لكن صديقك من صادقك لا من صدق عليك مخطئ كل من يتوقع اليوم عن شكل التحالفات إذا نحن رحنا بشباط أو بأزار على حرب برية تخيلي مثلا لا سمح الله بين إيران والخليج ما راح يكون سعد الحريري قادر يتحالف مع حزب الله يمكن ما راح نكون قادرين نعمل انتخابات بس إذا كان الشيخ حسن روحاني عم يعمل ليه في هيك أجواء طالما نقلنا موضوع الانتخابات يمكن ما فينا نستبق موضوع الانتخابات من هلأ يمكن, يمكن ما يصير إذا كان الشيخ حسن روحاني بعمره بالسعودية والجو ليش لا بيعملوا ليستا مع بعض دخلك الانتخابات البلدية ببيروت كيف خضوها وطرابلس وخسروا لا بيروت خضوها حزب الله وحركة أمل مع تيار المستقبل مع القوات اللبنانية مع تيار الوطن الحر اللي كانوا متحالفين مع بعضهم مثل الحلف الرباعي يعني إذا بنتذكر أنا تقديري الشخصي ونصيحتي لكل الأهل والأخوة والمشاهدين والأحبة ما حدا اليوم يكمش ورقة وقلم ويحسب بعتقد مش هممون هالشيء عم بيحكمش الورقة أو يحسبوا أعباءهم الاقتصادية العالم والمعيشية شكل لوايح وأنا رأيي في 15 دائرة رح يكون في 15 تركيب يعني بمطرح كل مطرح رح تشوفي حزب الله والمستقبل وجه بوجه مطرح رح تشوفيهم متحالفين تحت الطاولة مطرح متحالفين فوق الطاولة ومطرح ضد بعضهم وهيك القوات والعونية وهيك كل باقي الأطراف السياسية رح تخلق كتلة مسيحية هي اللي إلى الصوت الضامن أو الكتلة الضامنة أو المعطلة بانتخابات الرئاسة المقبلة المنطق الأولي وفقاً لي أنا معي دراسي لأستاذنا وحبيبنا كمال فغالي جايب نتائج 2009 ونتائج البلدية ومسقطهم نعم. المنطق بيقول أنه بده يخلق ثلاث كتل مسيحية أساسية كتلة أولى للتيار الوطني الحر كتلة تانية للقوات اللبنانية اللي رح مفترض نظرياً بهذا القانون تكبر حصتها وكتلة تالتة للي سماهم صديقك وصديقنا الوزير جبران باسيل الفراطة مسيحية الفراطة إذا هو المسيحية الفراطة حسب توصيف جبران باسيل قدروا جمعوا بعضهم مستقلين قدروا جمعوا بعضهم
وحطوا على راسهم سليمان فرنجيه او غير سليمان فرنجيه، برايي نحن بنكون امام ثلاث كتل مسيحيه اساسيه. بس الكتله الكبيره تبقى للتيار الوطني الحر والوطن اللبناني نظريا التيار الوطني هي التي تحدد مسار انتخابات الرئاسه بعد 6 سنين. ايه بس بدك تشوف الارقام قد ايه. التيار الوطني الحر قدام شغله جديده بعد ما جربها، رح يخسر باب عبده مقاعد اكيد. رح يخسر، هلا كنت عم بقرا انه استاذ جاريوس رئيس بلديه شياح كمان مرشح، وما تنسي باب عبده اذا الصوت الشيعي رح يهتم بس بالمرشحين الشيعه رح تكون معركه مختلفه. لعبه الصوت التفضيلي هي لعبه كثير حساسه. نحن عاملين نظام شكله نسبي لكن مضمونه وان مان وان فوت، يعني هو مضمونه اذا بدي كل مواطن عنده صوت واحد، يعني هو خلطه بين النسبيه المعروفه عندنا بالعالم وبين وان مان وان فوت. لرايي ما فينا هلا نبصر، بس تيار وطن الحر بده يخسر مقاعد بعبده رح يكسب مقاعد بعلي، بده يخسر مقاعد بجزين رح يكسب يمكن مقعد بعكار، رح يخسر مقاعد بكسروان وجبال. يعني ما رح تزيد يعني الكتله بس يمكن بدها تتبدل البوائع، بدها تتبدل الوجوه. يمكن المستفيد الاساسي هن المسيحيين المستقلين اللي برايي لو كان النظام اكثر كانوا انهرسوا من قبل القوات والعونيه، والمستفيد الثاني هن حزب الله وحركه امل يلي عندهم القدره بدوائرهم انهم ما يخلوا حتى اللوائح الثانيه تحديدا بجنوب تكون قادره تجيب حاصل يفوتها انها تاخذ مقاعد اقله. طب خلينا معلي بهالكم دقيقه بقيه لانه في اسئله من المواطنين كثير عن الانتخابات جاوبت حضرتك عنا من دون ما نطرحها، بس شو رايك بكلام البيت الابيض اليوم عن الجيش السوري والمعلومات انه بده يضرب ويستعمل السلاح؟ ولا مره الجيش السوري يعني في ضربه بريه تشبه ما حضروا لنا ايام العراق؟ ولا مره الجيش السوري بيتقدم، ولا مره معنويات اهلنا السوريين بترتفع الا الامريكي بفوت على اللعبه. ست ندى كتار يمكن من الناس كانوا ملتهيين بالعيد بالمعايدات وبالصور، لكن برايي الرئيس بشار الأسد بسوريا كان هو العيد لناسه. تخيلي رئيس مع زوجته ومع أطفاله كلهم الثلاثة عم بفوت تشلح من قدمه ليفوت على البيت ناس مثلنا فقراء من أهلنا بحما ليعيدهم وليفاجئهم. هذا المشهد ما تتخيلي قديش ترك أثر عند الشعب السوري. فك الفيماء وضبط مظاهر بين الهلالين. بس عم تحكي أنت بالداخل، نحن عم نحكي بالقرار الخارجي. معلش خلينا نكون ما هو هاي الصورة هي لهيدي. هيدا المشهد الداخلي للسوريين هنو عم يضبوا حالهم بيجبر الخارج انه يفوت يقول لهم لا نحن بدنا نكمل بإدارة بالحرب. بإدارة ترامب. ترامب اولا شغيل عند اللي بيدفع يلي يعني اذا ايران دفعت له او سوريا دفعت له شو بيحميها مثل جماعتنا ما معهم شيء يدفع. نحن بندفع دم، بندفع صواريخ، بندفع قتال. مش هالقد اساسا. لا لا حقيقة مش قد التانيين اللي عم يدفعوا. مش قد السعودية اكيد. فاذا في هون عم بيسالك جوني لحود، طب شو رايك بالخلاف الخليجي وشو الهدف من الحصار على قطر اذا بدنا نحكي بحلقة مترابطة؟ اولا الخلاف القطري هو خلاف مين بيكون المعلم بالخليج، منه خلاف اذا بدك على السياسة. لا هو خلاف لمن تكون الأمرة. بعهد باراك أوباما وبعهد الربيع العربي كان الأمريكاني عم يستعمل عدة اسمها الإخوان المسلمين، وكانوا القطريين هني أداة هذه العدة. اليوم بعهد ترامب وبالذات بعد زيارته للسعودية والترشرش اللي حصل عليه من السعودية، راح السعودي يطلب منه أمرين. الأمر الأول إزاحة قطر عن الخارطة وإعادة الدور الأساسي للسعودية وإلى جنبها جمهورية مصر لو بشكل مختلف، والأمر الثاني هو بكل هيك بساطة وشفافية ولاية محمد بن سلمان. كنا عم نحكي أنه محمد بن سلمان بعد ترامب بده يستلم، كان تحليل، هلأ اليوم صار أمر واقع. وبالتالي برأيي الخلاف الخليجي هو خلاف على الأمرة داخل البيت الواحد، مين بده يكون له الكلمة الأساس. وخلينا نتذكر أنه نحن عملنا اتفاق الدوحة بالدوحة، مش هيك؟ احنا بال 2008 طلعنا على الدوحه، صح، بينما الاتفاق الماضي كان بالرياض. هذا بيعطيك اشاره انه كيف عواصم القرار عم تتبدل. السعوديه لا تريد دورا متقدما لقطر، وتريد لقطر ان تكون كدبي تاكل وتشرب وتنام. في كتير أسئلة عم ترجع تتكرر عن الانتخابات، عن إذا في ضربة للبنان أو في ضربة لحزب الله أو في ضربة ما بسوريا تستهدف مشهد بسوريا. قال مشهد جنوب سوريا مشهد معقد، الإسرائيلي حايص وعم بجرب يلاقي له مطرح على الخارطة السورية. جبهة النصرة اللي هي كانت متراس بجنوب سوريا بين الجيش العربي السوري والجمهورية الإسلامية بإيران وحزب الله من جهة وبين الإسرائيلي من جهة، هي جبهة النصرة اليوم عم تتلقى ضربات قاسية،
ونعم إذا حصلت حرب إسرائيلية تقديري الشخصي لن تكون على الحدود اللبنانية، إذا ما حصلت سوف تكون على الحدود السورية. على كل حال يعني تنشوف نحن كل يوم بيوم وصرنا كان بلبنان طبعًا أو بالمنطقة أو في ظل المتغيرات ما بنعرف إمتى نوصل لآخر النفق. مش عم نفتح باب الفرجة ونبصر أو نسحب قرعة، نحن عم نفتح باب العقل، وهذا العقل بيتغير التحليل مع تغيير الظروف، لأنه للأسف صح. بعض الناس بيجبولك مقطع وكتير متغير. لا أنه أنت حكيت هيك وصار عكس، أوكي أنا حكينا إحنا حكينا هيك بضرب نحن عم نجرب نفهم. بينما إذا تغير بيصير. لا إذا تغير الظرف بده يتغير الحكي. صح. بكل بساطة وبكل سلاسة. وما يرسم على المستوى خوفي يا ست ندى. دول القرار. خوفي يا ست ندى للأسف. بالوقت اللي فنادقنا ومطاعمنا بلشت تشتغل. منبلش بوسائل الإعلام نخوف الناس نقول في حرب. السنة الماضية ترجينا العالم معك على هوا مذكرة ترجيناهم يا عمي حاج تخوفوا الناس ما في حرب. لا في حرب لا في حرب لا في حرب. وانفتح الجو لقبرص ولتركيا وراحوا لبنانية عملوا سياحة بتركيا. هلا فينا نعتبر حتى ما يخوفوا الناس. شكرا لك استاذ سالم. ويخلوا الميدل إيست تجيب اللبنانيين المغتربين وتجيب السياح. نحن بحاجة نعيش ونفكر باللحظة. بوجود 120 ألف صاروخ وأكثر للمقاومة، بوجود هذه القدرة والقوة، هذا الكلام بينقذ بعض الناس. ما في شيء بخوف. بالعكس بالعكس القوة ما بتخوف، الضعف هو اللي بخوف. ينعاد على كل اللبنانيين، القضاة مش لازم يزعلوا، إن في قضاة أحسن منا وفي قضاة فاسدين. مثل ما الأمن هو ركيزة قيام الدولة، كمان القضاء النزيه واللي بيعمل شغله كما يجب. شكرا لك أستاذ سالم زهران. نحن طحشنا على الوقت مثل ما عم بيقول لي المخرج، بس مثل العادة معك وبعد في كتير أشياء يمكن بنحكي فيها. في كتير عشرات الأسئلة ومئات أو عشرات ألاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا بشكر متابعتكم لنا وبرجع بلاقيكم بحلقة لاحقة. إلى اللقاء وينعاد عليكم من جديد.